القدس الإله الواحد تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها أمين. زي ما أعلننا واتفقنا هنتكلم النهاردة عن أول خلاف حصل بسببه انشقاق في الكنيسة، وهو أهم خلاف وتكمن أهمية هذا الخلاف أنه ما زال قائما. صحيح في محاولات للتقارب، لكن الكنيسة لم يلتئم شمل الآخرين الخارجين عن الكنيسة بعد. أول نقطة خلاف حصلت كان بسببها حصل هذا الانشقاق. ركزوا في الفهم أكتر، الموضوع النهاردة يحتاج فهم. فهموا، اللي هيحفظ مش هيعرف حاجة. أنا بتكلم من غير حاجة اهو، مش هتلاقوا لو مذكرة ولا كتاب تشوفوا أنا ببص فيها تقروا منه. فركزوا في الايه، في الفهم الأول. أول خلاف حصل كان بخصوص طبيعة السيد المسيح له المجد. طبعا نحن نؤمن بما تؤمن به الكنيسة منذ بدء المسيحية، بأن ربنا يسوع المسيح هو الإله المتجسد أو الإله المتأنس، هو كامل في لاهوته وكامل في ناسوته، له طبيعة واحدة وأقنوم واحد، له طبيعة واحدة مركبة، فهو ليس طبيعة واحدة بمعنى أن طبيعته الواحدة لاهوتية أو هي طبيعة اللاهوت، فهو بطبيعة واحدة ليس بمعنى أن طبيعته هي طبيعة الناسوت فقط، ولكنها طبيعة من طبيعتين. هذه الطبيعة بالاتحاد باللاهوت والناسوت حدث اتحاد طبيعي، فأصبحت طبيعة واحدة تجمع كل خصائص اللاهوت وخصائص الناسوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. كل الصفات اللاهوتية باقية وكل الصفات الناسوتية باقية أيضا. فبنقول ربنا يسوع المسيح نؤمن به بأنه الإله المتجسد كامل في لاهوته وكامل في ناسوته، له طبيعة واحدة وأقنوم واحد يشمل كل الخصائص الطبيعية والأقنومية لكل من اللاهوت والناسوت. هو واحد له كل الخواص الطبيعية والأقنومية لكل من اللاهوت والناسوت، يعني كل الصفات اللاهوت باقية زي ما هي وكل الخصائص الناسوت باقية كما هي، وليس كطبائع أو أقانيم، ولكنه أصبح طبيعة واحدة وأقنوم واحد. طبعا احنا بنتكلم عن طبيعة وأقنوم، هنتكلم في البداية عن تعريف ما هو الطبيعة وما هي وما هو الأقنوم، تعريف الطبيعة وتعريف الايه الأقنوم ببساطة جيدة.
نبدأ بالطبيعة البشرية. ندي بيها مثال. احنا كلنا كده بنقول لنا طبيعة بشرية ايه؟ واحدة، صح؟ طب هل لنا اقنوم واحد؟ ايه معنى الاقنوم؟ في ناس يفتكروا ان الاقنوم ده خاص بالاب والابن والروح القدس بس، يتقال على كده، لكن هو الاقنوم بمعنى الشخص احيانا، او اللي بيدي الايه الفردية للطبيعة. فاحنا كلنا ممكن يبقى لنا طبيعة واحدة ولا ملناش طبيعة واحدة؟ لينا طبيعة واحدة، الطبيعة البشرية، لكن لينا أقنوم واحد. اللي يقول آه يرفع إيده، طب اللي يقول لا يرفع إيده، طب واللي ما رفعوش إيدهم في الحالتين يبقى إيه؟ يبقى مش فاهمين حاجة خالص. ايه الفرق بين الطبيعة والأقنوم؟ اما اقول احنا مثلا لنا طبيعة بشرية واحدة، ايه هي الطبيعة البشرية؟ قولي يا بنتي. اللي هي تعبر عن صفات الطبيعة البشرية، كلنا لنا روح وجسد، وكلنا لينا وظائف في الجسد واحدة، وظائف الفسيولوجية والتشريحية وكل حاجة واحدة. عشان كده لما بيدرسوا في كلية الطب مثلا الإنسان بينطبق على الكل، فهي الصفات اللي يشترك فيها الايه كل من له الطبيعة البشرية. طب مظبوط. طيب ايه الفرق بقى بين الطبيعة والأقنوم او الشخصية؟ يعني مثلا في اتنين بنقول عليهم، نقول عليهم طب دول طبيعة واحدة، طبيعة بشر، ممكن كلنا نقول طبيعة واحدة، لكن هل نقول شخص واحد؟ طيب ايه الفرق مثلا بين ابونا اللي قاعد، اتنين من الاباء هم قاعدين، هما الاتنين طبيعة بشرية واحد، ايه الفرق بينهم في الشخصية؟ طب ايه هي الشخصية؟ الحاجات اللي تخلينا نميز ما بينهم، الصفات اللي تخلينا نميز ايه ما بينهم. ايه هي الصفات دهيت؟ ايوه قولي. البصمة، وايه تاني؟ البصمة بس، يعني الشكل نفسه ما يعني عشان تعرفيهم لازم تشوفي البصمة بتاعتهم، يروح يحللوا البصمة. يعني شكلهم مش هتميزي بيه، بس هي البصمة صح برضو، بس يعني مش معقولة كل واحد هنميز الشكل. واحد طويل قصير اسمر ابيض، ايه تاني؟ الصوت، في بصمة الصوت كمان عشان ما تزعليش، ايه تاني؟ السلوك. طيب اذا احنا بنتكلم عن صفات جسدية وصفات روحية، يعني السلوك ده عقل وروح الواحد، روحي يعني يمثل الروح، واحد سلوك روحاني مثلا، واحد يقول عليه سلوك جسداني. فاذا مجموعة الصفات اللي تفرد كل من الطبيعة، الطبيعة البشرية بمكوناتها الروح والجسد، كل الصفات دي هي اللي بتكون الايه الأقنومية. يعني اذا كانت الطبيعة البشرية روح وجسد، فممكن نقول عليها مجموعة الصفات الجسمية والذهنية والسلوكية
اللي بتميز فرد عن التاني، فدي اللي بتسميها الايه؟ الأقنومية. الصفات اللي بنشترك فيها كلها نقول صفات طبيعية، فكل واحد له طبيعة بشرية وأقنوم بشري. طالما بنتكلم على حد شايفينه وقدامنا وملموس ومحسوس سواء بالنظر أو بالسمع أو بكل الحواس، يبقى ده أقنوم بشري على طول. لكن لو حد بقى في يعني نتكلم على الطبيعة البشرية كشيء معنوي كده، الطبيعة البشرية الطبيعة البشرية روح وجسد، والجسد ده له وظائف أعضاء وله تركيب تشريحي وله كذا، ممكن نقول كل حاجة بس صفات عامة. لكن هتكلم عن كيان ملموس قدامي محدد، طالما بقى محدد مفرد يبقى ده ايه؟ بتكلم عن اقنومه. هتقول لي طب ما هو صفات الطول واللون دي صفات الجسد، بس دي الصفات اللي تفردوا، يبقى دي الصفات اللي تشخصوا، دي الصفات الاقنومية. يبقى احنا لينا كلنا طبيعة واحدة مش كده؟ لكن كلنا أقنوم واحد. كله بيقول لا دلوقتي. طيب عدد أقانيم البشر قد ايه؟ قد ايه؟ حد يقول لي. قولي يا جنت. قولي عدد أقانيم البشر قد ايه؟ مش سامع. مش سامع يا بنتي. قد ايه كده؟ لا ليه عدد. طب قول انت. بعدد البشر، عدد اقانيم البشر بعدد البشر. طالما في ناس موجودة كتيرة في الدنيا بعدد الأقانيم بعدد البشر اللي موجودين، صح؟ الكلام ده يدخل العقل مظبوط ولا مش مظبوط؟ طيب يبقى إذا دي بالنسبة للطبيعة البشرية ببساطة. لكن الطبائع مختلفة. إحنا طبيعتنا مركبة بتتكون من كذا وكذا، روح وجسد ويعني. لكن لما نيجي نتكلم عن طبيعة الله، دي بقى صعب. طبيعة الله بسيطة مش مركبة، واحدة. احنا برضو طبيعتنا واحدة لكن متفردة بعدد افراد الايه؟ بعدد أفراد البشر. لكن الله طبيعته واحدة ووحيدة، لأن الأقنوم البشري مركب برضو. في تبص تلاقوا بيعبر عن الطبيعة المركبة. طبيعتنا احنا مركبة مش بسيطة، فبيعبر عنها بالصفات اللي تفرد الطبيعة. لكن الله بسيط، أعلن عن نفسه أن له ثلاث أقانيم: الآب والابن والروح القدس. احنا عرفنا كده بعقلنا ولا من الكتاب؟ ما هو اللي أعلن عن نفسه، هو اللي أعلن. إن مين يقدر يعرف طبيعة الله؟ قال اذهبوا إلى تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. قال الذين يشهدون في السماء ثلاثة: الآب والكلمة
والروح القدس، والثلاثة واحد، جوهر واحد أو طبيعة واحدة. طبعا احنا انتوا في المرحلة التانية دلوقتي، فاكرين في المرحلة الأولى درسنا عقيدة الثالوث القدوس، مظبوط؟ فمش هحتاج اشرح كتير عشان انتوا فاهمين مش حافظين، فاكيد هتبقوا فاهمين. طيب هل الاقانيم الثلاثة دوت متجزئة او متفردة زي البشر؟ يعني احنا كل واحد باقنوم وطبيعة بشرية ليها فرديتها كده، فالطبيعة البشرية واحدة لكن مش وحيدة، متفردة في أفراد كتير، لكن طبيعة الله واحدة ووحيدة. عارفة لما، عارفين لما يتقال واحد أحد، كلمة أحد دي يعني إيه؟ وحيدة. ممكن واحد أحد تنطبق على الجوهر والطبيعة لكن مش على الأقانيم، تنطبق على الجوهر والطبيعة وليس على الإيه؟ الأقانيم، فهي واحدة ووحيدة. طب إزاي واحدة ووحيدة وهو بيقول الآب والابن والروح القدس؟ لأن الآب الله كله هو الآب برضو، أقنوم الآب له الجوهر الإلهي كله، أو يعبر عن الطبيعة الإلهية كلها، والابن كذلك، والروح القدس هو الله. يعني الآب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله، التلاتة واحد في الجوهر. طب الخلاف بقى في ايه؟ الآب يتميز بالأبوة، أما نعبر عن الأبوة إن هو الله أصل الوجود كله يبقى دي الآب، أما نعبر نقول أو نتكلم الله هو العقل الأعظم أو العقل الناطق أو النطق العاقل، ده ممكن نشيلها ونحط الايه؟ الابن. هو المحيي، هو الروح القدس، فدي تلت اقانيم ذاتية في الذات الالهية تعبر على انه هو الاب هو الابن هو الروح القدس، تلت اقانيم بسيطة مش متجزأة لكن جوهر واحد. لكن احنا طبيعتنا طبيعة واحدة لكن مش وحيدة، الله طبيعته واحدة وحيدة. احنا لينا كم اقنوم بعدد البشر كلهم؟ الله له كم اقنوم؟ ثلاثة بس، ثلاثة بس، كويس كده؟ فاحنا بنؤمن ان الله اللاهوت اتحد بالناسوت، الكلمة صار جسدا، الكلمة اللي هو ايه؟ الابن، بطبيعته اللاهوتية صار جسدا، فصار في اتحاد طبيعي واتحاد اقنومي، اتحاد طبيعي واتحاد ايه؟ اقنومي. طب ما الدنيا ماشيه كويس، امال ايه الخلاف اللي حصل ده كله بقى؟ وحصل ازاي وليه؟ دي عايزه بقى نرجع لورا شويه ونعرف تاريخ الفكر اللاهوتي
كان ماشي ازاي، وازاي جه الخلاف دوت عند البعض وانشقوا عن الكنيسة الأرثوذكسية. من بداية المسيحية في العصور الأولى كان في أكبر مدرسة لاهوتية في العالم، كانت فين؟ في اسكندرية. كان في مدرسة تاني برضو لاهوتية، كانت فين؟ في أنطاكيا، صح. يعني كان في أكبر مدرستين لاهوتيتين في العالم، كانت مدرسة الإسكندرية ودي اللي أسسها ماري مرقس، ومدرسة أنطاكيا. مدرسة الإسكندرية اللي أسسها القديس ماري مرقس الرسول كان لها جذور مصرية قديمة، يعني كان في مصر طبيعي أكبر جامعة أو مدرسة في العالم تدرس كل العلوم. لما جه ماري مرقس المدرسة دي تبنت دراسة اللاهوت المسيحي، بقى هو أساس الدراسة فيها بجانب العلوم الأخرى. المدرسة دي تميزت بصفات جميلة، تسمعوا عن هيروديت اللي هو بيقولوا أبو التاريخ، يعني أما زار مصر زمان علق تعليق على شعب مصر، قال أتقى شعوب العالم الشعب المصري، شعب تقي، شعب روحاني، عشان كده كانوا نابغين في كل العلوم، العلوم التجريبية، الطب والكيمياء والهندسة وكل العلوم التجريبية دهيت، والعلوم الروحانية أيضا، يؤمنوا بعالم الروح وبالخلود. وعشان كده تلاقوا أكتر حاجة كانوا يهتموا بيها المعابد والمقابر، لأن يؤمنوا بالعالم الآخر. فلما الفلاسفة الكبار بتوع زمان اليونانيين المشهورين جم اسكندرية برضو، على فكرة كان في اتنين من الفلاسفة كبار جدا، بس كل واحد مختلف عن التاني، أفلاطون وأرسطو. أفلاطون كان يؤمن بما وراء المادة، ميتافيزيقي، ما وراء الطبيعة. فلما استخدموا الفلسفة في التعبير عن أفكارهم تبنوا أو ارتاحوا أو انسجموا مع أفلاطون. أرسطو كان واقعي، لا يؤمن بعالم الروح ولا بما وراء الطبيعة، كل فكره مبني على الطبيعة والواقع والحرف والمحسوس والملموس والقياسات المادية. فهم أصلا الشعب مؤهل لكده واختار كده بما يتفق مع طبيعته الروحانية.
فلما جه القديس ماري مرقس الرسول وأسس مدرسة الإسكندرية، كان ربنا زي ما يكون مجهز الشعب أو علماء الإسكندرية اللي أمنوا مهيئين لقبول الإيمان، لأن الإيمان المسيحي طبعا إيمان باللاهوت وبعالم الروح، كل ده يعتبر من المواضيع أو الأمور الميتافيزيقية، ما وراء الطبيعة. فقدروا يتقبلوها بالإيمان، لا يخضعوها للفحص العقلي، يتقبلوها بالإيمان، ولكن الجميل أنها لا تتعارض مع العقل. وبعد كده يقدروا يعبروا عنها بثقافتهم وفلسفتهم عشان ينقلوا هذا الإيمان للآخرين، فاستخدموا الفلسفة والفكر والعقل لنقل هذا الإيمان. عشان كده تسمعوا عن ما واحد زي العلامة أوريجانوس وبعض علماء الإسكندرية أثيناغوراس وغيره، دخلوا في جدل مع الفلاسفة، فكانوا يقنعوهم بالأسلوب الفلسفي لأن بيتعاملوا مع فلاسفة، فمرجعيتهم الفلسفية خلتهم ينحنوا أمام الحقائق الإنجيلية والكتابية ويعبروا عنها باتضاع، لأنها في بعض الأحيان تسمو فوق العقل لكن لا تتعارض مع الإيه؟ مع العقل على الإطلاق، ولكن يشعروا ان حاجة مش ممكن يفحصوها بالحواس المادية، فعشان كده كانوا يعبروا عنها مثلا بسر الفداء. اما يتكلموا عن الفداء، سر الفداء، التجسد، يقولوا سر التجسد. طب اتحاد اللاهوت بالناسوت، يقولوا سر الاتحاد. اما هيجوا يفهموا بقى الروح اللاهوت اتحد بالناسوت ازاي، هيقولوا طب ما الانسان بيتكون من روح وجسد، مين لغايه دلوقتي حتى ومن هذا بعد مرور الاف السنين يقدر يدي تفسير ما يعني واقعي أو ملموس ومحسوس عن كيفية التحد بالروح بالجسد؟ حد يعرف؟ لكن حقيقة موجودة. فعلشان كده هذا الفكر وهذا الأسلوب في تناول مثل هذه المواضيع حماهم من الانحراف. وأمنوا واعتقدوا بأن ربنا يسوع المسيح هو الإله المتجسد، وأنه طبيعة واحدة من طبيعتين. وأقنوم واحد من أقنومين، أقنوم الكلمة اتحد بالطبيعة البشرية، خد طبيعتنا، لكن هل اتحد بالبشر كلهم؟ لا، اتحد بطبيعة لها فرديتها. ولما اتحد بيها
ما كانش في وقت الطبيعة دي اتكونت وبعد كده اتحد بيها، ده هي الكلمة صار جسدا. يعني الطبيعة لما الملاك بشر العذراء وجدت متحدة باللاهوت، لكن وجدت لها فرديتها اللي هي بتظهر ملامحها بعد كده. لما ربنا يسوع المسيح اتولد من الست العذراء فأصبح له كل الخواص اللاهوتية والناسوتية، من ضمنها الخواص الناسوتية الخاصة بتفرده، زي ما بنقدر نفرق أبونا عن الآخر أو واحدة عن التانية، ربنا يسوع المسيح ناسوتيا كان مميز، له فرديته الناسوتية في شكله وصوته والبصمة، زي ما بتقول، بس ما كانش فيه بصمة ساعتها يعني، لكن هو واحد. طب ليه قالوا هو واحد؟ لأن الكتاب قال كده، مش الفلسفة اللي قالت لهم كده، هو منهجهم الفلسفي ساعدهم ان هم يعبروا عن حقيقة الإيمان بطريقة تحميهم من الزلل والانحراف. لكن مصدر هذا الفكر هو الكتاب، هو الوحي، لأننا لا نعلم عن الله إلا بالقدر الذي هو أعلن عن ذاته به. مين يعرف الآب والابن والروح؟ ده هو اللي قال كده. مين اللي قال أنا والآب واحد؟ ده هو اللي قال كده. مين اللي قال من رآني قد رأى الآب؟ مين اللي قال والكلمة صار جسدا؟ فالمسيح الواحد هو المعلن من خلال الكتاب المقدس، لكن آبائنا فهموا الموضوع ده بتواضع، لم يخضعوا. لازم نعرف الاتحاد ده شكله ايه، عامل ازاي. نقول له بس لما تعرف نفسك الاول وطبيعتك البشرية، روحك متحدة مع جسدك ازاي، ابقى اعرف اللاهوت والناسوت اتحد ازاي. لكن اتحاد قائم وموجود، ده التفلة بتاعته فيها قوة الشفاء. فيها قوة اللاهوت، اللمسة، مع ان مين اللي لمس؟ لكن ما هوش جسد بس، ده متحد باللاهوت، فهو واحد. اما بقى نرجع لمدرسة أنطاكيا، اختاروا لنفسهم من قبل المسيحية منهج أرسطو اللي هو المنهج الحرفي التجريبي الواقعي الذي يعتمد على القياسات المادية والحسية والتاريخية. وعشان كده تلاقوا أبائنا أما كانوا يقروا الكتاب المقدس ياخدوه بكل المعاني، يقروا الكلام وياخدوه بالمعنى اللي موجود فيه أولا الحرفي، لكن يشوفوا أحيانا ما هو وراء النص، المعنى الرمزي. المعنى إيه؟ الرمزي، لأن في كتاب في حاجات رموز وفي حاجات بتبقى حرفية ورمزية في نفس الوقت. لما يقول مثلا من مصر دعوت ابني، اللي هو ابني البكر إسرائيل، شعب إسرائيل، بالفعل هو تاريخيا دعاه، لكن ده كان يرمز للمجيء المسيح أرض مصر ورجوعه. ومين اللي علمنا كده؟ الكتاب نفسه قال كما قيل.
أو يقول مثلا سمعتم إن إيليا يأتي، قال لهم إيليا قد أتى. ففعلا إيليا حرفيا هيجي، لكن برضو رمز كان ليوحنا المعمدان. ده غير الرموز الكتيرة في الطقوس القديمة اللي كانت بترمز. فأبائنا لما تعاملوا مع الكتاب المقدس تعاملوا بهذا المنهج وهذا الفكر، ففهموه بطريقة الرمز والتأمل فيما وراء الحرف. مش الحرف بس، الحرف محترم والنص محترم والحدث التاريخي محترم، لكن ممكن يبقى له مدلول آخر، وأحيانا بيبقى من البداية يشير لمدلول آخر. زي سفر الرؤيا كله رموز، يقول بعد زكاة المسيح يملك 1000 سنة. هل مقصود 1000 سنة بالضبط؟ لا، ده رمز. وهكذا. فده كان أسلوب أبائنا في تعاملهم مع الأمور اللاهوتية، وده حماهم من الخطأ والهرطقة. مدرسة أنطاكيا زي ما بنقول اتبعت أسلوب أرسطو، كل حاجة لازم تفسر حرفيا وتخضع للعقل وللقياس الحسي المحسوس والملموس. المنهج ده ممكن يخلي اللي يتبعه يتطور جدا في كل العلوم التجريبية، الكيمياء، الفيزياء، الهندسة، الطب، الزراعة، كل الحاجات ده هي. لكن يجي مع الأمور اللاهوتية ما تمشيش. لا بلاش لف الأسئلة دلوقتي يا بنتي، خليكم في الآخر عشان ما تشوشروش. يجي عند الأمور اللاهوتية ما تنفعش، ودي ظهرت ازاي؟ اولا ظهرت المنهج دوت اثره في القرون الاولى اللي كانت المدارس ليها دور. نجد ان كل الهراطقة المعروفين والمشهورين اللي ظهروا خرجوا من مدرسة أنطاكيا ومن هذا المنهج في التفكير وفي تناول الأمور الإلهية. أريوس رغم أن قس كان تابع لكرسي الإسكندرية، هو من أصل ليبي، لكن درس فين؟ درس في أنطاكيا. كان في واحد من الأساتذة اسمه لوكيانوس، جه بعديه من أشهر الناس، طبعا في كتير هنقول بعضهم، يعني أبوليناريوس. وجي بعديه مقدونيوس، وجي نسطور، وما تبع نسطور حتى مجمع خلق دنيا برضو. وما بعد خلق دنيا في ناس لهم نفس فكر منهج مدرسة أنطاكيا. ايه اللي خلق المشكلة بقى فيما يخص طبيعة السيد المسيح؟ خلي بالكو الحتة اللي هقولها لكم ديت لو فهمتوها بقيت الخلافات كلها بتطورها التاريخي هتبقى مفهومة ليك، ولما تعرفوا الخلاف بيجي ازاي. لان هم فاهمين يا اولاد ولا كلامي صعب؟ انا شايفكم فاهمين النهارده يعني كويس. حتى اللي فوق كمان.
لان هم بيتبعوا مدرسة انطاكيا والفكر اللي هو بتاع ارسطو، فكان الفكر ده عندهم مبدأ ان كامل ما يتحدش مع كامل في الاتحاد، يعني كامل مع كامل ما يتحدش، لازم يعني حد يبقى ناقص وكامل، منهج كده في الفكر. شبيب الاتحاد الكيميائي، انتوا مش اقلكوا كان في ثانوي درستوا في ثانوي التكافؤ، عشان يحصل تكافؤ بين عنصرين مع بعض، واحد يقول لك احادي يبقى في الكترون هنا وفي سبعة هنا يبقى احادي التكافؤ وهكذا يعني، لكن لازم المدار الخارجي يبقى ناقص حاجة عشان يحصل يكملوا بعض، دي حاجة محسوسة مقاسة يعني بمقاييس فيزيقية وكيميائية وما إلى ذلك. فطبعا ده المنهج اللي بيفكروا بيه بتوع مدرسة أنطاكيا، فما بيتقال اللاهوت اتحد بالناسوت والمسيح واحد والكنيسة كلها بتردد كده ان المسيح له المجد واحد، له طبيعة واحدة، له أقنوم واحد، هو الإله المتجسد. فجيه واحد أبوليناريوس عايز يشرح الاتحاد ده بقى إزاي، ما احنا قلنا الحقائق معلنة ولكن بتستخدم أحيانا كل واحد بخلفيته الدراسية والفلسفية بتظهر في طريقة كلامه أو في منهج تفكيره. فجاه قال كده، هو في اتحاد، طب ده ما ينفعش كامل مع كامل يتحد، لكن هو في اتحاد وفي الآخر هو ايه؟ طبيعة واحدة. قال طبعا اللاهوت لازم يبقى كامل، ما نقدرش نقول اللاهوت ايه؟ ناقص. طب مين اللي يبقى ناقص؟ الطبيعة البشرية، الناسوت. احنا قلنا الناسوت بيتكون من ايه؟ روح وجسد. قال بس يبقى اللاهوت حل محل الروح الانسانية او النفس الانسانية. يعني عمل نوع من المزج او نقص الناسوت. طب هو ان الجسد بدون روح يبقى ناسوت؟ طب ده المسيح احنا درسنا اصلا عقيدة الفداء، وقلنا عشان يفدينا ربنا يسوع المسيح كان لابد من التجسد، انه تجسد، يبقى الهدف من التجسد اصلا عشان يحقق الفداء. الفداء لمين؟ للبشر، للبشرية. فالطبيعة البشرية هو الروح والجسد، فإذا خد جسد بدون روح يبقى طبيعة بشرية، يبقى هيخلص البشر، ما لم يتخذ ما لم يخلص، هو بيخلص اللي أخذه، خد طبيعتنا يبقى يخلص طبيعتنا. فاذا كان خد الجسد بس يبقى ما الجسد ده ما يمثلناش. فطبعا ادين كهرطوقي واتحكم عليه، والكنيسة بدأت تؤكد بوضوح وبقوة ان ربنا يسوع المسيح كامل في لاهوته وكامل في ناسوته، ولازم يكون ناسوته كامل والا مش هيخلصنا. امال ايه هدف التجسد اصلا؟ الدنيا ماشيه كده
لكن بعد شوية جي واحد من مدرسة أنطاكيا رسموه بطرك على القسطنطينية، اسمه ايه؟ نسطور. فطبعا الكنيسة كلها شرقا وغربا وفي كل مكان تؤكد أن المسيح له المجد، كامل في لاهوتي وكامل في ناسوتي، ونسطور بيؤكد كده أيضا. لكن خلفيته إيه؟ الفكر والمنهج بتاع مدرسة أنطاكيا اللي بيقول كامل مع كامل إيه؟ ما يبقاش اتحد. قال آه، هما كامل في لاهوتو وكامل في ناسوتو، بس مش هيبقى واحد، هيبقى طبيعتين وأقنومين، هيبقى طبيعتين وإيه؟ وأقنومين، بس ملتصقين أو متصاحبين، يربط بينهم الشكل الخارجي كده، أو ممكن نقول عليه لفظ تاني في التعريفات اسمه البروسون. أبائنا ما استخدموهش كتير، لكن أحيانا يعبر بمعنى الشخص، لكن المعنى الأدق فيه الشكل الخارجي أو القناع أو الشخصية القانونية أو الاعتبارية، يعبر على الكرامة الشخصية. يعني مثلا اتنين من الآباء نقول لهم كرامة كهنوتية واحدة، كرامة كهنوتية ايه؟ يعني متحدين في الكرامة. فإذا كان بينهم اتحاد فهو اتحاد خارجي مش جوهري مش طبيعي. فقال إن المسيح له المجد كامل في لاهوتي، آه، بس ما قالش كامل في لاهوتي، بيقولها بطريقة تاني، إنسان كامل وإله كامل. له برسوب واحد اللي هو القناع والشكل الخارجي، أو ياخد كرامة قال أكرم الحامل من أجل المحمول، أكرم الإرجوان من أجل المتردي فيه. يعني قال آه ممكن ياخد كله كرامة، بس هكرم ناسوت من أجل اللاهوت المصاحبه. يعني وبالتالي يبقى ما فيش اتحاد كامل بين اللاهوت والناسوت. قال كلام كتير، من ضمن اللي قاله طب هو طالما إنسان كامل وإله كامل، يبقى العذراء لما ولدت ولدت مين؟ الإنسان، ما يتقالش عليها ولدة الإله. ما قولش على العذراء ولدة الإله. لأن هو بيحاول يغلب العقل على الحقائق الكتابية، غير أبائنا يخضعوا العقل للحقائق الإنجيلية، يحاولوا يفهموها، هي مش متعارضة زي ما بنقول، لكن أحيانا تسمو فوق الإدراك. لكن هو عامل العكس بالمنهج بتاعه، عايز كل حاجة تخضع لإيه؟ للعقل وللحسابات بتاعته. فالعذراء تبقى مش والدة الإله. المسيح بالنسبة له زي واحد كده قديس يعني يحل فيه نعمة ربنا. يعني مش هدخل أو استطرد في الحكاية دي، أنا عايز أركز على نقطة الاتحاد بس عشان ما انتوش. أخطر ما في فكر نسطور لو مشينا معاه بالطريقة دهيت، إنه بدأ يقسم الأفعال، ده عمل دي بلاهوته وعمل كده بإيه؟ بالناسوت.
كده هو كإله وتصرف كده كإنسان. القول ده كإله والقول ده كإنسان، الفعل ده كإله والفعل ده كإيه؟ كإنسان. طب ولو مشينا معاه بالطريقة دهية ووصلنا للصليب، يبقى مين اللي اتصلب؟ هيبقى الإنسان. طب لو الإنسان كمجرد إنسان اتصلب، يبقى إيه قيمة الفداء؟ ده قيمة الفداء أن الإله المتجسد. هتقولي لي هو اللاهوت بيتألم؟ لا. هو اللاهوت بيموت؟ لا. لكن هو أصبح يجمع كل الصفات اللاهوتية والناسوتية، زي واحد كده بيتضرب كده على ايده، الضربة بتيجي على مين؟ لكن تنسب ليه كله، لأن أصبح طبيعة واحدة. فيبقى ايه قيمة الفداء؟ فعشان كده لو لما بقى فكره ده يظهر وينتشر، الناس كلها مش متعودة على كده، ما تسمعش كده خالص، فبدأوا يدقوا ويعترضوا، بدأوا يستنجدوا بمين؟ مين اللي كان موجود ومعاصر لنسطور؟ البابا كيرلس عمود الدين أو عمود الإيمان. بدأوا يبعتوا له شكاوي ويقولوا له، طبعا البابا كيرلس كله حب وكله أدب، فبيعتبر انه ممكن خطأ في التفكير، لما يوضحه له ينتبه ويتعالج. فبعد بدأ يبعت في الرسائل الفصحية، كان بابا الإسكندرية هو اللي يكتب رسائل فصحية اللي هو بتاع عيد الأيام، وبعت رسائل لنسطور يشرح، لكن للأسف نسطور كان يعمل العكس. قعد يشرح بطريقة جميلة الاتحاد، هو لازم يكون كامل وناقص والكلام ده كله، لإما ما يبقاش في اتحاد، انت كده بتلغي الاتحاد. فيقول اتحاد اللاهوت بالناسوت زي طبيعتنا، كل طبيعة من يعني مختلفة عن التانية، لكن او كل عنصر فيها الروح غير الجسد، لكن اتحدوا كونوا الطبيعة الايه؟ البشرية. زي الحديد المحمى بالنار، لما اجيب حتة حديدة او قطعة فحم متوهجة مشتعلة وديتها لحد في ايده كده، خد امسك ده هي، وهسأله ايه اللي في ايدك ده، هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ لو قال فحم هقول له خليك ماسكها شوية، قل ده نار. طب هي فحم ولا نار؟ واحد بتتمسك، ليها صلابة، ليها حجم، ليها وزن، وفي نفس دي كلها صفات الايه؟ الفحم، لكن مشتعلة نار، فيها إحراق، فيها توهج، فيها حرارة، دي صفات الإيه؟ صفات النار. طب هي إيه؟ فحمة ولا نار؟ هي تجمع الاتنين مع بعض. هل صفات الفحم لغت صفات النار؟ هل صفات النار لغت صفات الفحم؟
او لما اجيب قطعة حديد محمية بالنار كده متوهجة واجيب المطرقة واضرب، الضربة جاية على مين؟ لكن النار متحد بيها. اقدر افصلهم. طبعا دي تشبيهات مش 100%، لان ممكن الواحد الطبيعة البشرية تنفصل عن الجسد، لكن اللاهوت والناسوت ولا لحظة منذ لحظة الاتحاد، بداية الاتحاد، لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. احنا بالموت ممكن روحنا تفارق جسدنا وترجع في القيامة، ممكن الحديد المولعة تنطفي، لكن هو لا. لكن ده تشبيه تقريبي لنوع الاتحاد، ما هوش اتحاد كيميائي كامل مع كامل وناقص، لا، في انواع اخرى في الطبيعة في الاتحاد موجودة، بيكلموا بالطريقة اللي حتى ممكن يحس ويفهم بيها. يقول له هكذا اتحاد اللاهوت بالناسوت. عشان كده نقول يا من ذاق الموت بالجسد، لكن هو اللي ذاق الموت بس بالجسد، لكن هو واحد، وعشان كده بقى الفداء قيمة. فالقديس كورولوس قاعد يشرح لنا الصور كيف أن المسيح واحد، وهو رغم أنه واحد كامل في لاهوته وكامل في ناسوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. صفات الناسوت ما تغيرتش وصفات اللاهوت لم تتغير. أمال إيه اللي جد؟ اللي جد بقى الإله المتجسد أو المتأنس اللي يجمع كل الخواص زي ما هي بدون تغيير. فله إمكانيات اللاهوت كلها والناسوت كلها أيضا، أو الصفات الناسوتية كلها. اللي هو عمل كده عشان يفدينا ويقدر يتألم ويموت عنا، فعشان كده تجسد. أمال هو تجسد ليه؟ قعد يشرح لنصور الكلام دوت. للأسف نصور لم يستجب. بدأت لهجة البابا كيرلس تبقى أكثر تحديدا، بعت رسالة لنصور فيها 12 بند أو 12 حرم يحدد فيها الإيمان بطبيعة المسيح وبتجسده. يقول له اللي ما يقولش كده يبقى محروم، أو اللي يقول كذا كذا يبقى محروم. جمع كل الحاجات، النقط اللي نسطور بلغبط فيها، وحطها في شكل 12 بند و 12 حرم، وشرح بوضوح زي تشخيص بقى، شخص المرض فين وحدد العلاج وأهو. لكن للأسف نسطور لم يستجب. الاحتجاجات زايدة، والكل عمال على البابا كيرلس الهيصة ده يطلب منه يعني يرد، رد بما فيه الكفاية، لكن نصور لم يستجب. الموضوع بقى فيه قلق في الامبراطورية كلها. الامبراطور حس بكده فدعا لمجمع مسكوني لحسم الأمر، وإن المجمع ده ينعقد في أفسس، وكان سنة 431، وكل أساقفة العالم يروحوا، كل الكراسي. فالبابا كيرلس رئيس أساقفة الإسكندرية راح وخد معاه مجموعة، من ضمن اللي خدهم كان مين؟
الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، لأن وده جمال آبائنا، ما كانوش يعتمدوا على الذكاء والدراسة والعقل فقط، لكن يعتمدوا على الصلاة والتقوى. فحرص أن ياخد معاه سند روحاني قوي، فخد مع الأنبا شنودة، والأنبا شنودة كان يجمع الاتنين من الحقيقة، كان يعتبر من علماء الكنيسة الدارسين كويس لإيمانها، وفي نفس الوقت كان قامة روحية كبيرة جدا. فراح طبعا تكبد مشاق السفر للقسطنطينية أو للعاصمة هناك، المجمع كان في أفسس، وبدأوا الأسقفة يتجمعوا في الميعاد المحدد. الكل اتجمع ناقص مين؟ أولا نصور مرضيش يجي، لكن مين تاني مجاش؟ أصدقائه اللي درسوا معاه في مدرسة أنطاكيا، وعلى رأسهم يوحنا الأنطاكي اللي هو كان بطرك أنطاكيا في الوقت ده. وكان في واحد بقى هو يعني يقود المجموعة دي كلها من ناحية الواقعية والعملية، قريب نسطور. وكان يعني فكره أكتر من نسطور في الموضوع دوت، اسمه إيه؟ مين يعرف ينطق اسمه؟ كله سكت عشان مكسوفين يقولوا غلط. سيودوريتوس، سيودوريتوس اسقف قورش. خلي بالكم من الاسم ده بقى، عشان ده هيكون سبب المصايب كلها اللي هتيجي بعد كده اكتر من النصور. سيودوريتوس اسقف قورش، المهم البابا كيرلس وصل، وكل وصل، والميعاد المجمع جه، ويوحنا الأنطاكي والمجموعة بتاعته تعمدوا يتأخروا. ولما الميعاد خلاص جه عمل ايه؟ بعت واحد بسرعة قال لهم، يقول لهم لو اتأخرنا اكتموا انتوا واحنا نبقى نحصل، يعني نبقى نيجي بعدين، لانه كان متوقع جدا هو اللي معاه ان النسطور يتحاكم. ورغم كده الكل قال نبدأ المجمع، البابا كيرلس قال معلش نستنى كذا يوم تاني. لما انتظروا وتأكدوا ان مش في نية يوحنا، مش حكاية تأخير الطريق يعني، لا مش في نيته هو الحضور، فانعقد المجمع وجابوا بقى الكتابات اللي كتبها القديس كيرلس كلها واعتمدوها، واصبحت قرارات مجمعية بتعبر عن ايمان المجمع، ولا سيما الرسالة اللي تحوي البنود الاثناشر، وتبناها المجمع، وأصبحت الكتابات ده هي لها قوة المجمع، مش مجرد كاتبها القديس كيرلس، لا ده المجمع نفسه تبناها وأيدها وحكم على أساسها. وتم الحكم على نسطور بالعزل عن كرسي، انه مصر وغير قابل للرجوع عن رأي. اول لما الحكم صدر
يوحنا الأنطاكي واللي معاه وصلوا. ايه ده؟ هم حكموا على نصور؟ لا، الحكم ده باطل. احنا نعمل مجمع، احنا لوحدينا ونحكم. طب انتوا لوحديكوا كام؟ احنا المجمع اللي بتاع افسس كانوا كام؟ ده بيتقال في كل قداس. كام؟ المائتين بافسس. اللي مع يوحنا الانطاكي حوالي 25، واللي كانوا موجودين اتباعنا الصور يعني كله يعني 30 او حوالين 30 فقط لا غير. عملوا ايه بقى؟ حرموا البابا كيرلس في المجمع الباطل بتاعهم دوت، وحرموا ممنون اسقف افسس. معلش يا ولاد انتوا صغيرين، يعني المواضيع دي جديدة عليكم، بس يعني هي فيها الجانب الحلو، فيها بتشوفوا ابائنا قد ايه. اما بنقول البابا كيرلس عمود الدين وعمود الايمان، جاهد ازاي وتعب ازاي. يعني مش كده وبس، ده كان في مؤامرات، لان النصور كان بطرق القسطنطينية، له علاقات قوية مع القادة والجنود بتوع الامبراطورية. فكان في اتنين من اتباعه، واحد اسمه كانديديانوس، ده كلفه الملك بحفظ النظام، واحد بقى عنده ولاء قوي للنصور من غير ما يكلف، تطوع، اسمه إيريناوس، كان يقولوا عليه كنت، دي رتبة كده في الحاجات الرومانية بتاع الزمان، إيريناوس. فعملوا ايه؟ اغلقوا على المجمع المسكوني، حوطوا عليه واغلقوا الطرق المؤدية للامبراطور. فبعد المجمع ما خد قراراته وعايز يوصل القرارات دي للامبراطور اللي كلفهم بالانعقاد المجمع، مش عارفين يعدوا، ممنوعين. يوحنا الانطاكي واللي معاه اما عملوا المجمع المزور بتاعهم دوت الباطل، وحكموا على البابا كيرلس ومن اسقف افسس، بعتوا الحكم للامبراطور خلوهم يروح، على اعتبار ان القرارات دي هي قرارات المجمع الايه؟ المسكوني. الامبراطور كان يعني اعتبر ان اللي يقرروا المجمع يمشي، ما يتدخلش في الشؤون الكنسية، كان امبراطور طاقي، الامبراطور سودوسيس. فأمر بحبس البابا كيرلس وممنون اسقف افسس عشان يشوف هيجرى ايه معاهم بعد كده. شوفوا عشان لما حد يعني ايه يقرا ويبقى فاهم الاباء دول عملوا ايه. يعني بابا كيرلس اللي جاي، اللي هو اللي بيحافظ على الايمان وبيجاهد من اجله وبيشرحه، يلاقي نفسه هو اللي ايه اللي يعني جايين يقبضوا عليه هو وممنون اسقف افسس. طبعا اساقفة المجمع كله احتجوا وضايقوا واتغاظوا، ايه ده؟ ايه اللي بيجرى ده؟ عايزين يفهموا الملك ويروحوا له ممنوعين. فالتجأوا لحيلة،
خلوا فيه راهب بسيط يلبس لبس إنسان شحات كده، كان واحد غلبان، وجابوا قرارات المجمع وحطوها جوه عصاية مجوفة بحيث يمسكها يتوكأ عليها. فماشي كده كشحات بيتوكأ على العصاية بتاعته في المخارج اللي تودي في الطريق القسطنطينية. فطبعا رجل شحات سابوه، فعد منهم. لكن القرارات دي توصل للإمبراطور إزاي وهو شكله كده ملوش صفة وشحات؟ فراح على أديرة الرهبان والمناطق اللي فيها الرهبان والمتوحدين، لأن كان في ذلك الوقت كل رهبان العالم في ذلك الوقت يحبوا ويجلوا ويحترموا ويوقروا مصر برهبانها وأبائها. في ثقة، في إيمان الإسكندرية مصر، وفي تقوى وروحانية أبائها، ولا سيما اتعلموا الرهبنة منهم. فكان فيه اتنين متوحدين مشهورين جدا عايشين في مغايرهم وبيخرجوش منها خالص، لدرجة الإمبراطور نفسه كان من حين لآخر يروح يزورهم ويتبارك منهم. فالراهب راح للاتنين دول وحكى لهم اللي حصل، وادهم قرارات الايه المجمع. الاتنين دول كان واحد اسمه دلماتيوس والتاني اسمه اطاخي. اصبروا لسه شيء، يعني الحكايه اللي طويله شويه. والتاني اسمه ايه؟ اطاخي. فعملوا ايه؟ اداهم القرارات دهيت. اول لما عرفوا اللي حصل طبعا انفعلوا جدا، وخصوصا لما عرفوا ان مين اللي مقبوض عليه كمان، بابا كرولوس، يعني اللي هو كان يعني اشهر من نار على العالم في قداسته وتقواه ورئيس أساقفة الإسكندرية وممنون الرجل الطيب، كان بقالهم عشرات السنين في مغايرهم ما يتركوهاش، تركوا عزلتهم، خرجوا من مغايرهم وانطلقوا رايحين على فين؟ على طول متوجهين للقصر الإمبراطوري. طبعا أول لما خرجوا وماشيين كل الرهبان القطار المئات الآلاف اللي كانت موجودة، مين دلماتيوس وأطاخي اللي محدش بيشوفهم؟ اللي خرجهم دول رايحين فين؟ فراحوا خرجوا وراهم، عملوا موكب، وطول الطريق كان في تسبيح وتراتيل يربعوا فيها. اما دخلوا القسطنطينيه ارتجت القسطنطينيه، كان منظر مهيب. المهم قدروا يوصلوا القرارات دي للامبراطور فذهل. اللي بيجرى ده، فأمر في الحال
بالإفراج عن القديس كيرلس وممنون أسقف أفسس، وبحضور تمانية من كل فريق قدامه. من المجمعين، المجمع الرسمي والمجمع الايه غير الرسمي المزور او المحتال. لما جم قدامه كان معاهم سؤدوريتوس، طبعا القديس كيرلس ما راحش. سؤدوريتوس ده استغل الفرصة القديس كيرلس مش موجود، وعايز يعيد فتح الموضوع من أوله بقى، ويبدأ يعني إيه كأن الملك هو اللي يحكم. رفض الملك إن الموضوع يعني يناقش قدامه، لكن اعتمد قرارات مين؟ قرارات المجمع المسكوني الرسمي، وأمر بعزل نسطور وبتعيين ورسامة واحد بدل منه. وبالفعل الأساقفة تجمعوا ورسموا واحد تاني بدل نسطور اسمه ماكسيميانوس. وكل الأساقفة بعد كده بعد ما رسموا ماكسيميانوس رجعوا لكراسيهم مرة أخرى. فطبعا رجع البابا كيرلس منهك، لان كان مش مجرد حبس، كان في نوع من الإهانة والتشنيع، إهانة معنوية ويعني شخصية. الامبراطور اعتمد قرارات مجمع أفسس، لكن المجموعة بتاع يوحنا الأنطاكي واللي معاه رجعوا ما خدش معهم موقف، لكن أصبحوا مقطوعين من الشركة. لأن هم لما عملوا كده والبابا كيرلس والمجمع عرف، فحرموا يوحنا ومن معه، يوحنا الأنطاكي وكل اللي وقع على ديت، وحطوا عليهم شرط يقطعوا من الشركة ما لم يوقعوا على قرارات مجمع أفسس، أن يصبحوا مقطوعين من الشركة ما لم يوقعوا على قرارات مجمع أفسس ويوافقوا على رسامة ماكسيميانوس اللي هم ما اشتركوش فيها. الامبراطور لم يأخذ موقف في ذلك الوقت، كله رجع لمكانه وترسم ماكسيميانوس. عدت سنة 431، جت سنة 432، كل كنائس العالم في شركة مع بعضها، مين اللي معزول؟ أسقفة اللي هي المشتركين مع يوحنا الأنطاكي واللي هم رفضوا قرارات مجمع أفسس. في سنة 432 بمساعي من ماكسيميانوس بطرق القسطنطينية الجديد، وكان برضو بعض الناس الكويسين المتواجدين هناك طلبوا من الامبراطور ان يحاول يلم الشمل، يعني يخلي الأسقفة بتوع الشرق دول يقولوا بتوع أنطاكيا الشرقيين، يعني ان يرجعوا للشركة ويصلحوا ويقبلوا قرارات مجمع أفسس تاني. كلموا اتنين من الآباء المشهورين الحلوين، كان واحد اسمه أكاكيوس أسقف حلب، كان شيخ وقور، والقديس سمعان العمودي، ان يكلموا يوحنا الأنطاكي واللي معاه ان يعني يتراجعوا عن تحديهم لقرارات المجمع المسكوني،
ويدخلوا في الشركة مع الكنيسة الجامعة. فلما بلغوهم كده قالوا لأكاكيوس احنا ما عندناش مانع، بس بشرط القديس كورولوس يتراجع عن الكتابات اللي كتبها كلها. أكاكيوس كان راجل طيب، بعد كده للقديس كورولوس، فالقديس كورولوس اتضايق قوي، قال له يعني هم هيقدموا توبة ولا بيزودوا الإساءة؟ ولا يعني بيتحدوا أكتر؟ دي قرارات مجمع، وما كتب كتب بحق. لما تراجع عن اللي كتبته والغيه يبقى كأني نصورة حكم عليه باطل. فأكاكيوس أسقف حلب كان ما يبدو من الشخصيات اللي هم لهوش في الأمور اللاهوتية قوي، لكن كان بيوصل الايه الرسائل. الموضوع وصل للإمبراطور، فبدأ الإمبراطور ياخد موقف أكثر حزما، فكلف واحد اسمه أرسطولاوس. سموه التريبيون، حاجة في الرتب كده بتاع الرومان زمان، أو التريبون. إن يتولى تنفيذ المهمة دهي. فلما راح لبتوع أنطاكيا فقالوا نعمل ايه، بدأوا اتزنقوا شوية، فاختاروا شخصية كويسة قوي مفيش غبار عليها مع القديس كورولوس ولا مع باقي الأسقفة بتوع الكنيسة كلها. كان واحد طيب ورجل تقي اسمه بولس أسقف حمص. قالوا له خلاص انت تروح وتنوب عننا في حل المشكلة دهيت. طب هيروح فين؟ الخلاف مع المجمع. هو خلاف شخصي ولا خلاف مع المجمع؟ خلاف مع المجمع. لكن طب هيروحوا للمجمع كله؟ فيروحوا لمين؟ قديس كورولوس بصفته رئيس المجمع، أو ينوب عن المجمع بصفة الرئيس بتاعه كان. فوصل بولس أسقف حمص الإسكندرية، كان في أواخر سنة 432. كان ساعتها القديس كورولوس مريض من كتر الإنهاك والنكد والافتراءات والإهانات اللي بيشنعوها بيه، كان أنهك وراقد في الفراش. فقعد كذا يوم مش قادر يقابل يعني. بعد فترة لما تعافى شوية قابل بولس أسقف حمص، فجايب له جواب ورسالة ان يعني احنا ما عندناش مانع عن الصلح، بس يتراجع عن البنود الاثناشر والكتابات بتاعته. فالقديس كارولوس زعل منه، قال له يعني انت دلوقتي بدل الاساءات، انا كنت متوقع بعتينا اعتذار، فبتزودوا الاساءة باساءة. بعدين دي قرارات مجمع. فبولس أسقف حمص قال له أنا يعني بحسن نية بتصرف، مش في بالي أبدا ومش في نيتي إن أسيء على الإطلاق. أنا ببساطة قلب عرضت اللي هم إيه، لكن لا أقصد الإساءة على الإطلاق.
فالقديس كورولوس قال له المجمع حط شروط والإمبراطور نفسه اعتمدها وحطها، ان يرجعوا بشرط قبول قرارات المجمع اللي هي مبنية على كتابات القديس كورولوس. يعني كتابات القديس كورولوس دي يعني قانون، يعني واخدة قانونيتها من المجمع، اتلغت يبقى كأن المجمع كله مش مظبوط. ان يقروا بان العذراء والدة الاله بحرم نسطور، الاعتراف بماكسيميانوس بطرق على القسطنطينية ويدخلوا في شركة مع بدل نسطور. قال له انا شخصيا اللي بتقوله ده كله انا بوقعه وموافق عليه وكده. تعوز حاجة اكتر من كده؟ قالوا لا مش هنعوز اكتر من كده، اما كل الاساءات الشخصية انا متنازل عنها، كل الاساءات والاهانات الشخصية انا متنازل ايه، لكن ما يخص الايمان ما تنازلش عنه ابدا. قالوا ليك طلبات تاني؟ قال له لا هو طلبنا كده بس. يعني كده يبقى فيه خلاص شركة؟ قال له شركة معك انت. قال له يعني انا مش، لا له لا لازم هم اللي ايه يوقعوا، هم كانوا مكارين يعني عايزين المهم بولس اصف حمص دخل في الشركة، قبل في الشركة وصلى قداسين في اسكندرية واعلن صراحة في القداس ايمانه الارثوذكسي، وكانت يعني فرحة وهو مبسوط وخلاص اتفق ان هم برضو هيعملوا كده ويدخلوا في الشركة. وقال له انا اضمن لك ان يوقعوا على القرارات دهيت والامور يبقى فيه سلام وكل حاجة تنتهي. قال له خلاص واحنا مش عايزين اكتر من ايه من كده. قال له كويس خالص. طب بقى في بقى كذا موضوع تاني كده عشان الفرحة تكمل، ده موضوع الصلح ده خلاص يعني ايه اتفقنا عليه ان هيوقعوا على قرارات اللي انا عملته وقبل في الشركة هم يعملوا، في بس كذا موضوع كده عشان السلام يعم الكل. قال له خير. قال له كنا عايزين ناخد رأيك في رسالة البابا أثناسيوس لأبكتيتوس أسقف كورنثوس، ايه رأيك فيها تقبلها؟ قال له طبعا، ده البابا أثناسيوس ده أبونا وأقبل ما فيها ما لم تكن قد زورت. ما لم تكن ايه؟ اتزورت وتلعب فيها. وده يوريكم ان كان في كتابات بتتزور ويتلعب فيها. قال له هما الرسالة معايا. قال له هاتها ونقارنها بالرسالة اللي محفوظة في الخزانة عندنا. فتحوا الرسالة وقارنوها ببعض لقوها ايه؟ مزورة. فالبابا كيرلس نسخ له واحدة سليمة من الاسكندرية واداها له. قال له ودي نقبل كل اللي ايه؟ التعليم اللي فيها ده، هي طبعا لا غبار فيها. ده أول موضوع. دي كلها مواضيع جانبية لكن المصالحة اتفق عليها إن هي هيعملوا زي ما هو عمل، يوقعوا على قرارات مجمع أفسس والشروط اللي حطها. قال له طب في نقطة تاني بقى، يعني كويس يبقى موضوع الرسالة دي يعني برضو عشان نوضح لهم إن في تزوير حصل وناخد لهم النص السليم. قال له في نقطة تاني، كان في أربعة حرمهم ماكسيميانوس والمجمع المكاني بتاعه، عايزينك تديهم الحل. قال له ده ما يحصلش ابدا، انا ادي حل لحد حرمهم الاسقف بتاعهم الاسقف بتاعهم حرمهم والمجمع بتاعهم وحرمهم بحق،
لان في اخطاء حصلت. بالاضافه ان ماكسيميانوس كان بعت منبه القديس كيرلس قال له حرمنا ناس لاخطاء معينه، فانتبه ان ما يعني ممكن يلف ويدوروا عشان ما يدهمش حل. فطبعا القانون الكنسي والتقاليد الكنسيه تمنع هذا، لان اللي حرم هو اللي يحلل. ما ينفعش واحد يحرم وواحد ايه يدي الحل. فقال له ده لا يليق وما ينفعش، ناس المجمع والأصف بتاعهم حرمهم لأخطاء، مش أنا اللي أديهم الحل. قوانين الكنيسة أصلا لا تسمح بكده. يبقى دي تاني إيه موضوع، أو الموضوع الرسالة وطلعت مزورة، والموضوع التاني البابا كيرلس إيه رفض. قال له طب في نقطة تالتة. قال له ايه؟ قال له الحقيقة في ناس بيشيعوا عنك انك ابوليناري، ابوليناري تبع ابوليناريوس. ليه؟ عشان بتقول بالطبيعة الواحدة. ايه بس احنا بنقول ايه بالطبيعة الواحدة؟ طبيعة الاله المتجسد الكامل في لاهوته الكامل في ناسوته، لان احنا مش فكر مدرسة انطاكيا. ابوليناريوس قالها بحسب الفكر المنحرف اللي هناك، ان خلى الناسوت ناقص الروح الانسانية، لكن هم عندهم بحسب الخلفية اللي عندهم طالما في اتحاد يبقى كامل مع ناقص، وإلا ما يبقاش اتحاد يبقى مصاحبة زي ما نصر قال. قال فطالما قلت بطبيعة يبقى كأنك بتقول زي أبو لنريس إن صوت صاغر أو اضمحل أو مش موجود. قال ففي اقتراح برد عليهم، عشان نرد عليهم إن لا أنت ما بتقولش كده. وده الاقتراح اللي بعتينه هو، أراه البابا كيرلس لقى في حاجات كده كويسة، العذراء والدة الإله، وأن السيد المسيح كامل في لاهوته وكامل في ناسوته، لكن بص لقى في بعض حاجات ممكن تفسر بإيه، بأكتر من طريقة مكتوبة بغموض، تفسر بأكتر من طريقة ومكتوبة بإيه بغموض. فالبابا كيرلس يجي طب ودي، فيروح ايه ديت، فيقولس اوصف حمص يفسرها بالطريقة الارثوذكسية اللي تتفق مع البنود الاثناشر اللي حطها القديس كيرلس. لا ده يقصد بيها كذا كذا، ودي يقصد بيها كذا كذا كذا، ادى تفسير ارثوذكسي ليها. رغم كده القديس كيرلس قال انا هكتب انا رد وبعته. فخد الرسالة دي، فكتب القديس كيرلس كتب الشرقيون قالوا كذا وكذا 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 وكذا، اما اللي بيردوا علينا اللي بيدعوا او بيتهمونا بالأبولينارية فكتب هو الرد بنفسه، يعني ساب ردهم لوحده وكتب هو رد بإيه بنفسه. أدي ردي للي بيدعوا إن أبو ليناري، وده بقى كلامك أنت وكلامه هو بتفسيره، خلاص خليناه على جنب مميز عن كلامه. جه الوقت اللي هيمشي فيه، قال له خلاص أخد جواب الشركة، مرديش البابا كيرلس، بعت معاه 2 من الإكليروس قال لهم ما تسلموش يوحنا خطاب الشركة ما لم يوقع أولا على الإيه؟ على شروط المجمع. راحوا أنطاكيا، قعدوا 2 في غليان هناك مزنوقين، لأن أرسطلاوس اللي هو المفوض الإمبراطوري
قال لهم القديس كورولوس تنازل عن كل الإهانات الشخصية وما لحق به من إهانة ومتاعب، وقبل وافق على قبولكم في الشركة بالشروط اللي وافق عليها الملك، اللي هي الموافقة على قرارات مجمع أفسس والشروط اللي حطها لدخولكم في الشركة. فكده هو عدى العيب، إن لم توقعوا هتجه للإمبراطور مباشرة، هقول له إن أنتوا اللي مرافضين الإيه؟ إنك تدخلوا في صلح مع الكنيسة. فخافوا، اضطر يوحنا وبعض اللي معاه يوقعوا على إيه؟ على الشروط دهيت، وخدوا خطاب الشركة ورجع الشماسين للبابا كيرلس حكوله على كل حاجة. رغم كل المتاعب والإهانات والالتواءات والافتراءات اللي عانى منها، إن البابا كيرلس بقلبه النقي وبتقواه فرح إن بقى فيه سلام في الكنيسة، وإنه رجعوا معلش الإهانات اللي لاحقت بيا يتشبه بسيده ويغفر. المهم ان الايمان يبقى مظبوط، وان هم ايه يرجعوا لحظيرة الايمان. يوحنا الانطاكي نفسه كتب رسائل، من ضمنها رسالة لأسقف القسطنطينية ماكسيميانوس، ورسالة للبابا كيرلس، ورسالة لأسقف روما. كتب فيها اللي حصل بالضبط، ازاي هما رجعوا لشركة الكنيسة. كتب فيها الامور واضحة خالص، المصالحة تمت ازاي. حتى من الرسائل اللي كتبها مين؟ يوحنا الانطاكي. الامور واضحة خالص، والبابا كيرلس فرح وبدأ يعرف الايه الكل، ان خلاص السلام حل والدنيا بقت كويسة. بعد فترة فوجئ البابا كيرلس ببعض محبيه من الغيورين على الايمان الاتقياء الاوفياء، الأرثوذكس، بعتين يعاتبوه. يعني ما كانش العشم انك تتراجع عن اقوالك وان تقبل ايمان اخر غير اللي تحدد. طبعا حاجات ما حصلتش. فالبابا كيرلس في البداية بعت لهم قال لهم لا، مش كل حد في أعداء السلام يحب يوقعه، ده حصل كذا 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 كذا، ويبعت لهم اللي حصل. وافتكر في البداية ان اللي بيشيع كده مين؟ بعض أعداء السلام. قعد فترة إلى أن تحقق وتأكد وتيقن إن مين اللي بيشيع كده؟ الشرقيين، يوحنا وسقودوريتوس ومن معه، بيدعوا إن كل الحاجات اللي كانوا بيشترطوها للدخول في الشركة كأنها هي اللي تمت، إن القديس كيرلس تراجع عن كتاباته، ولا سيما البنود الاثناشر. وأن قبل صيغة إيمانية جديدة للإيمان اللي هي إيه؟ الجواب اللي كاتبين فيه رد على اللي بيتهموه، اعتبروا أن ده صيغة إيمانية عقائدية للإيمان، هي دي صيغة المصالحة.
ده البابا كرولوس مرديش يحلل حد، حرمه، اتحرم من مجمع مكاني. هياخد قرارات تخالف مجمع مسكوني، يغير الإيمان بتاع مجمع مسكوني، اشترط إن محدش لا يزود ولا يحذف في الإيمان. ومين اللي بيدافع عن الإيمان هيتراجع عنه؟ ولماذا؟ كلام غير منطقي، لكن عمالين إيه؟ يشعوه غير تزوير حاجات، زي ما زوروا رسالة البابا أثناسيوس تزوير حاجات للقديس كيرلس. فطبعا حزن على حزن، وطيارات كتيرة عمال يعاني منها البابا كيرلس. فبدأ يشرح للناس الغيورين بعد ما عرف بقى اللي حصل دوت، وقال لهم، قالها صراحة. مين اللي قال كده؟ البابا كيرلس. قال: لم نصدر بيانا جديدا للإيمان، ولم نقبل بيانا صاغه آخرون. الكلام بتاع العرض، قال ده كلامه هو مش كلامي. وبدأ يشرح بقوة الإيمان بطبيعة السيد المسيح الواحدة وأقنومه الواحد. يقول له: طب أنت مش بتقول اتحدت الطبيعتين؟ طب ما كده يبقى بتقول بطبيعتين ازاي؟ طب ما هو بنقول اتحد الطبيعتين، هو لما يكون في اتحاد، الاتحاد ده لازم يتم من ايه؟ من حاجة واحدة ولا من اكتر؟ من اكتر، فبنقول اتحدت الطبيعتين. قالوا له: كده يبقى في طبيعتين؟ قال: اطلاقا، ده احنا بنقول الطبيعتين حتى فيهم بنستخدم عين الذهن. لما نيجي نشرح كيف تم الاتحاد، طبعا اللاهوت موجود، الطبيعة اللاهوتية موجودة. قبل الاتحاد الطبيعة الناسوتية، الناسوت مش موجود. فازاي هشرح الاتحاد الطبيعتين؟ قال: فهنا بنتخيل ذهنيا بعين النفس كما لو كانت الطبيعة البشرية اتحدت بالإيه؟ باللاهوتية بعين الذهن، لأن في الواقع ما كانش ليها وجود طبيعي وأقنومي بدون الاتحاد. لكن بمجرد ذكر الاتحاد لا يمكن أن نتكلم إلا عن طبيعة واحدة، ولا العقل ولا الذهن يميزهما أيضا. فيش بقى لا ذهنيا ولا غيره. الذهنيا دي بنستخدمها لما نيجي نشرح كيف تم الاتحاد. قعد يشرح، كتب 5 رسائل مهمة جدا 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 لأولوجيوس وساكسنسوس وأكاكيوس أسقف ميليتين. إلى وقتنا هذا الخلقدونيين يقولوا على الرسائل ديت إن إحنا بنفهمها غلط، كأن هما اللي فاهمينها صح وإحنا اللي بنفهمها إيه، لأن فيها بيصرح بالطبيعة إيه الواحدة. جم بعد كده سنة 435، كان بدأ الإمبراطور هدد إن اللي ما وقعش على قرارات مجمع أفسس هيتعزل،
فاللي كانوا ما رفضوا يوقعوا، في ناس وقعوا بيدعوا بعد كده لكن كانوا وقعوا بالفعل، لكن اللي كانوا رفضوا يوقعوا فبدأوا قالوا خلاص احنا هنقبل ندخل في الشركة، احنا نقول لنا ايمان اسكندرية وانطاكيا وروما والقسطنطينية. فالقديس كورولوس بعد الدرس اللي خده من التلاعب دوت قال لا مش كفاية، كتب بقى صيغة بحق وحقيقي، صيغة اعتراف بإيمان الكنيسة اللي تم صياغته في نيقيا وأفسس، وفيه تصريح واضح بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح، والشرط ان اللي يوقع على الشروط دي يوقع على الايه، هذا الاعتراف للإيمان. طبعا مش ساكتين، الادعاءات عمالة ايه تشتغل والتزوير، ويجيبوا رسائل يقول في ناس يجوبوا برسائل كأنها مكتوبة مننا عشان يخدعوا البسطاء، لان في ناس بسطاء ملهمش في الفكر اللاهوتي ويميزوا لكن بيثقوا في الاشخاص، لما تيجي تقول له ده دي كتبها البابا اثناسيوس يبقى خلاص صح كتبها البابا كيرلس صح، فيروحوا مغيرين الكلام ويفضل الواحد الناس البسطاء دول يرددوا كلام غلط بحسن نية باعتقادا منهم ان الاباء العظام قالوا كده، فبيخلوا الفكر المنحرف ينتشر وبين البسطاء اللي بينخدعوا بمثل يعني اساليب شياطين مش استقامة، لان دايما ودي بنقول لكم اهمية العقيدة الدينية في الحياة الروحية، دايما الانسان اللي ايمانه مستقيم تلاقي حياته مستقيمة، المنحرف تلاقي سلوكه منحرف ايضا، ان في ارتباط وثيق بين استقامة الإيمان واستقامة السيرة معا. طبعا البابا كيرلس بدأ يتكلم ويرد لدرجة مرة قال لهم انتوا كده جعلتموه كأنه سلام كريه، يكلموه بطريقة ومن وراه يفضلوا يشيعوا بحاجات ايه اخرى. انا طبعا يا اولاد بختصر لكم حاجات كتيره، يعني الموضوع ده بندرسه في كورسات لاهوتيه متخصصه، ممكن محاضرات كتيره قوي، انا بديكم الايه الملخص البسيط على قد ما تحتملوا، لكن في تفاصيل كتيره واثباتات كتيره موجودة في الكورسات المتخصصة أكتر. يعني بدأوا يجيبوا حاجة تاني، قالوا هو مش نسطورة حرم، طب مش هنستخدم أقواله في نشر الفكر بتاعنا، فجابوا أقوال أسذة نسطور اللي لهم نفس فكر نسطور وكانوا ماتوا خلاص وما كانش صدر حرم عليهم، فباعتبار ان هم ماتوا ما صدرش حرم عليهم ما حدش بقى ليه حاجة عندهم وينشروها. والعبء واقع على مين اللي يرد؟ البابا كيرلس يقول لهم لما اتحرم نسطور اتحرم فكره، ومفروض من له هذا الفكر سواء قبل نسطور او بعد نسطور، كل من له هذا الفكر سواء قبل نسطور او بعد نسطور. فضل يوحنا الانطاكي يدافع مما يدل على انه كان فاهم ومدرك ماذا يفعل،
قال لا، المعلمين دول لما قسموا ميزوا بين الطبائع، كانوا يميزوا بين الصفات وليس الطبائع. وده بالفعل اللي احنا بنعمله، احنا بنميز بين الصفات لكن لا نميز الايه، الطبائع. الصفات اللاهوتية معروفة والصفات الناسوتية معروفة، لكن الكتابات اللي كانوا ينشروها في تمييز بين الطبائع واضح ومباشر، لكن كانوا يعلنوا حاجة ويتصرفوا حاجة ايه عكسها. بدأوا يعملوا خطة أخرى من ضمن الحاجات الصعبة، إن كل مكان يفضى يرسموا فيه أسقفة لهم نفس الفكر بتاع نسطور. فكان في واحد قديس، خلي بالكم ما بنقول تبع يوحنا الأنطاكي، مش كل بتوع أنطاكيا وسوريا كانوا كده، لأ كان مجموعة، لكن في كان فيهم ناس قديسين كتار، يعني ما كانش كل اللي هناك كده. فكان في واحد أسقف للرها أو مطران للرها اسمه رابولا، ده كان قديس وكان يحب البابا كيرلس جدا، وكان من مؤيديه ومعضديه ومن مقاومي الفكر النسطوري، سواء الفكر ده نسطور اللي قاله أو أسزته. فكان يشيل كل كتب أسزة نسطور محدش يعلم بيها. فالقديس رابولا ده تنيح، فيوحنا الأنطاكي يرسم مين بداله؟ كان في واحد ماسك مدرسة الرها اسمه هيبة أو إيباس، كان يكره رابولا وكان متبني الفكر بتاع نسطور، فجابوه ورسموه ايه؟ أسقف على الرها. طبعا الموضوع ده عمال ينتشر، يقولوا حاجة ويعملوا حاجة ايه مخالفة. مع مر الأيام القديس كيرلس أنهك جدا، عقبال ما جت سنة 444 كان يعني ايه، ربنا قال له كفك تعبا واستراح من هذا الصراع، لكن بعد ان جاهد الجهاد الحسن وترك لنا تراث نعتز به جدا ومعلم للمسكونة كلها. ولقب بعمود الدين أو عمود الإيمان، لكن الحقيقة رغم أن لحظات الموت ممكن بتبقى مفيدة للبعض اللي منحرف يفوق ويعرف الدنيا آخرتها إيه ويخشع، دحين الناس بيبقوا من أديان مختلفة، لكن ليك لحظة الموت تلاقي فيه احترام للحظة دهيت. لما تنيح البابا كيرلس للأسف، أنا اختزلت لكم حاجات كتير يا أولاد، سؤدوريتوس ده كتب كتابات ضد البابا كيرلس كتير، سؤدوريتوس أسقف قارش، وكان بتوصية من نسطور ليوحنا الأنطاكي إن أطلق يده وخلي بالك منه يعني. وهيبة ده اللي هو اترسم برضو كان صعب جدا. لما تنيح البابا كيرلس رغم الحزن اللي خيم على كل الكنيسة الأرثوذكسية في كل المسكونة،
إلا أن روح الشماتة والفرح تكلم به الأشرار. يعني قالوا أخيرا مات الفرعون، الأشرار بيطولوا كتير. غير إن هيبة ده كتب رسالة عاب فيها فرابولة اللي قبله، وعاب فيها في البابا كيرلس، وادعى إن البابا كيرلس تاب في الآخر وتراجع عن فكره وقبل التعليم اللي ايه بالطبعتين، الادعاءات اللي بيدعوها على ايه مصالحة 433. جه القديس ديوسكوروس طبعا ورستريكا جه بعده، ورستريكا صعبة قوي. وكان يعلم كل هذه الأمور. طبعا ده الجو اللي هو استلمه. لكن قبل ما استرسل في تكملة الموضوع هديكوا فرصة راحة شوية 10 دقايق كده ونكمل. بعد نياحة البابا كيرلس وجي بعده البابا ديوسكوروس 25، ورث تركة صعبة، وزي ما هنشوف ان البابا ديوسكوروس كمان عانى اكتر من البابا كيرلس. البابا كيرلس بعد ما تنيح شفنا رد الفعل كان عند بعض الشرقيين ايه، حاجة غير متوقعة طبعا، تزور من ناس كويسين. استمروا في نفس نشر الادعاءات، ان البابا كيرلس تراجع عن كتاباته، ان المصالحة كانت الصيغة اسقف كورش عملها ليوحنا الانطاكي وبعتها بحجة الرد على اللي بيدعوا انه أبوليناري، والقديس كيرلس ما يعني ما اعتمدش عليها وكتب رد بنفسه وميز بين اقواله وبين اقوالهم، وانه قال صراحة اننا لم نظهر بيانا جديدا للإيمان ولم نقبل بيانا صاغه آخرون. بدأوا ينشروا كتابات وتعاليم نسطور. لما الإمبراطور منع كده بدأوا يجيبوا أساتذته وينشروا أقوالهم، وتم نفي نسطور لأن كان نسطور في الوقت ده في حياة البابا كيرلس موجود وعمال يهيج برضو الدنيا هو وسؤدوريتوس. فالإمبراطور أصدر أمر بنفيه في صعيد مصر في مكان قريب من الأم اللي موجود فيه الأم بشنود، عشان يبقى ما يبقاش له تأثير هناك. بدأوا يرسموا أسقفة كتير لهم نفس الفكر، من ضمنهم هيبة أسقف الرها. وبعد نياحة البابا كيرلس زادوا كمان في الحاجات دهيت، لدرجة رسموا ناس لا يمكن لإنسان يتخيل إنه ممكن يترسم. هقول لكم على اسم شخص أو هسألكم عنه، شوف فاكرين ولا لأ.
لا علاقة له بالمجال الكهنوتي ولا المسيح العادي حتى. فاكرين لما قلت لكم الإمبراطور عين بعض القادة لحفظ النظام أثناء مجمع أفسس؟ قلت واحد اسمه كانديديانوس، وفي واحد موالي لنسطور تطوع ان هو كمان يشترك. مين فاكر اسمه؟ قول يا بنت. قلت صح. مين اللي قال هنا؟ انتي ايريناوس. صح، انتي كاتباه، بتنفع الكتابة برضه. ايريناوس الكونت، وده كان متجوز مرتين، يعني من كل الاحوال لا يصلح للرسامة، رسامته باطلة. وهيبة بدأ يرسم ناس معاه وهكذا. البابا ديسكورس لقى نفسه محاط بهذه الأجواء المعادية للإيمان. جه بعد كده يوحنا الأنطاكي، انتقل هو كمان، انا كان مفروض اقول انه انتقل قبل كده يعني، بس سقط مننا سهوا. جه بداله ابن اخوه، اسمه ايه؟ ديمنوس. ده نصب نفسه بطرك من غير قداس ولا حاجة يعني، بتعضيد من مين؟ من سؤودوريتوس. وصار سؤودوريتوس أبوه الروحي، يعني هو حط هو كأنه هو بطرك، لكن مين اللي بيدير الدنيا؟ سؤودوريتوس. وعمال شغال بقى سؤودوريتوس، سايب كورش اللي هي أبرشيته، وضمنه الزوت عمل له قلاية جنبه، مقر جنبه في أنطاكيا، وعمال يخطط في الإدعاءات والرسامات وكل حاجة ضد إيمان الكنيسة وخصوصا البابا كيرلس. طبعا مين اللي تولى المهام بعد البابا كيرلس؟ البابا ديسكورس. فضل يتواصل مع ديمنوس وطلب منهم صراحة ان عشان يعيشوا في سلام يقروا صراحة بقبولهم البنود الاثناشر، لان هما بيدعوا ان البابا كيرلس غير فكر، ويجوا قدام البابا ديسكورس والبابا كيرلس يعني كأنهم في سلام يعني. فقال لهم خلاص، طب أقروا صراحة بالبنود الايه؟ الاثناشر. رفضوا، وكل اللي رسموهم عاملين مشاكل، يا ريت في الإيمان وبس، مشاكل من كل حاجة. وبدأت الشكاوي تروح للبابا ديسكورس وتروح للإمبراطور. مين كان في القسطنطينية بيساعد في تحجيم الناس دهيت ومقاومة انتشار الفكر بتاعهم؟ كان أطاخي. كان ليه واحد يعني ابن روحي قريب من الإمبراطور، فكان من خلاله بيبلغه الأحوال. فناس طبعا ضجوا من هيبة ومن سؤودوريتوس اللي سايب أبروشيته ورايح قاعد في أنطاكيا وعمال يخطط ويروح ويجي. فعن طريق أطاخي بلغ الإمبراطور، فالإمبراطور أصدر أمر بتحجيم سؤودوريتوس إنه ما يروحش أنطاكيا.
انه يلزم ابروشيته ومنع تداول كتبه. فطبعا اتغاظوا من مين؟ من اطاخي جهيبة اللي كان كتب ضد البابا كيرلس، عمل بلاوي هناك عنده في أبروشيته بخلاف الإيمان. فالناس ضجوا منه إنه بيعلم بتعليم غير اللي تعلموه من رابولا القديس اللي قبله، غير تصرفاته وتبديده لحاجة الكنيسة، وعمال يرسم ناس أتباعه وقرايبه وهم بدون استحقاق على الإطلاق. فحبوا يشتكوا، راحوا لديمنوس بتاع أنطاكيا اللي هو البطرك بتاعه، أدنهم هم. كان في القسطنطينية بعد ماكسيميانوس جه واحد اسمه بروكلوس، ده كان كويس، اتنيح. جه بعده واحد اسمه فليفيانوس، ده كان ميال ليهم برضو شوية. فراحوا لفليفيان ما عمل لهمش حاجة، فبمساعدة أطاخي وصلوا للإمبراطور، والإمبراطور أمر بعقد محاكمة لهيبة. لما سؤدوريتوس شاف ان أطاخي عمال وقف لهم شوكة كده يعني، فبدأوا يرسموا خطة ان يعملوا تكتل من بعض الأساقفة ومن بعض الشخصيات البارزة في الدولة. فبدأوا يستقطبوا في فليفيانوس بتاع القسطنطينية، واحد أوسابيوس أسقف دروليم، ريناوس اللي رسموه بدون وجه حق، اللي هو متجوز مرتين واللي فكره نسطوري واللي كان منفي، قعد منفي عدة سنوات، جابوه رسموه ليس لشيء إلا لأن نسطوري وولاءه النسطور. أمر الإمبراطور بعزله بمساعي من مين؟ من أطاخي. أوسابيوس أوسوف دريليام له نفس الفكر، فأوطاخي برضه هدده قال له انت هتتنفي برضه. فالحكاية أصبحت طبعا هما مش قادرين، كان أوطاخي ده يعني بيعمل لصالح كرسي الإسكندرية، كان موالي جدا لكرسي الإيه؟ الإسكندرية. فاتفقوا أن يخلصوا من أطاخي. ففجأة في سنة 448 عقدوا مجمع مكاني في القسطنطينية بقيادة فليفيانوس، وأوسابيوس قدم عريضة ضد أطاخي إنه بينكر إن المسيح له المجد مساوي لنا في الجوهر، أو واخد لوطة وخد جسد يعني نفس جسدنا، كأنه أبوليناري يعني، كأنه اتهمه بالإيه؟ بالأبولينارية، لأنه بيقول بطبيعة واحدة فيبقى أبوليناري، نفس التهمة اللي كانوا بيتهموا بها مين؟ البابا كرولوس. عقدوا مجمع. طبعا أطاخي دوت كان متوحد، لالو كتابات
ولا بيوعظ ولا بيعلم، ده راجل عايش في يعني كراهب منعزل، كل ما في الأمر لأنه هو واصل للقصر الإمبراطوري، فكان بيحرك الأمور باتصالاته. يعني عملوا له مجمع مكاني دون أن يعدوا خبر لأي بطريقة الكنائس، مع أن الأمر يتعلق بالإيمان، وما بيكون حاجة إدارية محلية، ممكن بيتحكم في مجمع مكاني عادي. أما يكون أمر يتعلق بالإيمان بصفة خاصة، بيبقى لازم الكنيسة الجامعة تاخد خبر بيه وتبقى على دراية باللي بيجرى يعني، وتشترك فيه. فكان الادعاءات شغالة ان البابا كيرلس تراجع عن فكره، وبانه يقول له اقر بالطبيعتين. وطبعا البابا ديسقورس وقبله البابا كيرلس وكل اتباعه في القسطنطينية يقولوا العكس، من ضمنهم اطاخي. اولا اطاخي رفض يقر بالادعاءات اللي هم بيقولوها. انت بتقول بطبيعة واحدة، قال الاباء قالوا كده، انت كده بتنكر ناسوت المسيح، بتنكر انه ما خدش جوهرنا. قال لهم لا، ما هو خد جوهر امه، هو ما كانش له في المصطلحات، قال خد جوهر ايه؟ امه، من نفس جوهر امه. قالوا له طب خلاص يبقى تقول بطبيعتين. قال لهم لا، الطبيعه واحده. فاعتبر انه لم انه بانه لم يقر بطبيعتين انه بينكر الايه؟ الناسوت. نفس التهمه اللي اتهموا بيها البابا كيرلس، اي حد ما يقولش بالطبيعتين يبقى بينكر الناسوت، كانه ابولينير. المهم اتحكم عليه وبعت تظلم لأساقفة الكراسي لروما والإسكندرية، وبعت تظلم للإمبراطور لأن اكتشف أن حصل تزوير في أعمال المجمع اللي اتحكم عليه فيه. فلما الإمبراطور شاف ان في اتهام بالتزوير، امر بعقد لجنه مجمعيه للتحقيق فيما يدعيه اطاخي من التزوير. اللجنه المجمعيه دهيت حققوا في الموضوع، ثبت بالفعل ان حصل تزوير في اقوال اطاخي وما نسب اليه. يعني هو كل الأمر رفض أنه يقر بالطبيعتين، وأولوه كلام ما قالهوش. فلما اللجنة المجمعية دهيت أثبتت بالتحقيقات اللي عملها اللي عملوها يعني، واللجنة دي شكلها الإمبراطور، أثبتت إن في تزوير بالفعل. طبعا فيليبيانوس قدم استقالته من الخجل، لأنه كان قصه في القسطنطينية، قدم الإيه؟ استقالته. فرفض الإمبراطور قبول استقالة فيليبيان، ولم يأخذ موقف الإمبراطور، بل دعا إلى مجمع مسكوني هو اللي يحكم في الأمر. كان ساعتها طبعا مش في الأمر ده بس، كان ساعتها المجموعة اللي هي رسموها وعاملة مشاكل كتيرة، والإمبراطور الدوش محاط بمشاكل من هيبة على إيريناوس على سؤدوريتوس على كتير، عاملين مشاكل كتير.
فأمر بعقد مجمع للتحقيق في التظلم بتاع أوطاخي، والوضع حد للاضطرابات اللي موجودة الأخرى في المنطقة هناك. فطبعا لما عقد مجمع أسند الرئاسة، خلاها ثلاثية، ما خلاش واحد رئيس، خلى رئاسة المجمع حدد مكانه انه يكون في أفسس وتاريخه في سنة 449، خلى رئاسة المجمع خاصة البابا ديوسكوروس، يوبوناليوس أسقف أورشليم، تلاسيوس أسقف قيصرية. بابا ديوسكوروس، يوبوناليوس أسقف أورشليم، تلاسيوس أسقف قيصرية. فالمجمع انعقد، البابا ديوسكوروس برضو راح، خد مجموعة من الأسقفة وراح، والرئاسة زي ما قلنا رئاسة ثلاثية. وطاخ يقدم اعتراف بالإيمان الأرثوذكسي، يقدمه للمجمع مكتوب، اتقرأ قدام الكل. البابا ديوسكوروس حد عنده اعتراض على اللي اتقال ده؟ لا، ايمان ارثوذكسي سليم. طيب، جاب الاخرين اللي هم حكموه ان هو ما قالش بطبعتين، فيليبيانوس اقر بالطبعتين مش بطبيعه واحده. فالبابا ديوسكوروس قال ده مش، ما بقاش فيه نسطور واحد، ده سطر كتير. سؤدوريتوس بأمر الإمبراطور لم يحضر المجمع، لكن القضايا والتهم بتاعته موجودة ومثبتة. عارفين الآية اللي بتقول قضايا بعض الناس ظاهرة تسبقهم إلى القضاء، مش محتاجة إثبات، ده مثبتة وموجودة. هيبة كانت عقد له كذا مجمع في لجان التحقيق اللي الإمبراطور حددها، والناس طردوه مش عايزينه. وسابيوس أسقف دوريليوم كذلك. فكل المجموعة اللي هي عاملين قلق في الكنيسة ومصرين على رفض إيمان مجمع أفسس المسكوني، وإن هم يقولوا بطبيعتين، المجمع حكم عليهم واستراحت الكنيسة. وطبعا ادوا الحل لأوطاخي بناء على اعتراف الإيمان الأرثوذكسي اللي قدمه، وان حصل تزوير اللي اثبتته اللجنه المجمعيه اللي شكلها الامبراطور قبل كده. الدنيا هديت. طبعا سؤدوريتوس في الفتره ان بتوين، يعني ما بين محاكمه أوطاخي وما بين مجمع افسس 449، خد بعضه وراح لمين؟ روما. كان فيها بطرك قبل كده ايام البابا كرولوس، كان ارثوذكسي وكان صديق لكرسي الاسكندرية. جه واحد اسمه لاون، بتاع العنجهية بتاعت الاسقف العاصمة الامبراطورية، يعني ان هو مفروض يبقى له، حاطط في باله ان المفروض يبقى له التقدم على الكنيسة كلها. فراح له سؤدوريتوس،
لما قابله اتكلم معاه عرف شخصيته، ايه الوتر اللي يلعب ايه عليه، ازاي تبقى انت موجود وبطرك الاسكندرية طايح فينا كده ومحدش بيفهم في الايمان غيره، وبعدين ده انت خليفة بطرس الرسول، الكلام ده ما كانش بيتقال قبل كده. ده لما بولس والكنيسة كانت في شك يعني يتصرفوا ازاي، راحوا لبطرس يشوفوا رأيه ايه. فاحنا دلوقتي جايين لك كخليفة بطرس تشوف وتحكم انت، ان انت ممكن تكتب بيان ايماني الكل يلتزم بيه، خلاص اسقف روما كتب، خليفة بطرس الرسول كتب. طبعا الكلام جاي على هوا مين؟ على هوا لاون قوي يسمع كده ويعني مؤيد للايه. طبعا لاون لكان لا يعرف يوناني، كل الشرق كان يتكلم يوناني، والخلاف اللاهوتي ده بتاع يعني يحتاج تعبيرات وصياغات وغيره يعني. وعمر ما في واحد من روما تدخل في شؤون الشرق خالص، ولا حضروا مجامع خالص، ولا لو نفسه حضر مجامع. ففي وجود سؤدوريتوس كتب الصيغة إيمانية اللي عرفت فيما بعد بطوموس لون، فيها نفس المعنى اللي موجود في عرض الإيمان اللي كانوا قدموه عشان يردوا، بيدعوا انه يردوا على اللي بيتهموا البابا كيرلس بالأبولينارية، بس على اكتر شوية. المهم بعد ما رجع كان لون اقتنع بقى وبدأ يبعت الرسالة دهيت. في المجمع اللي عمله البابا ديوسكوروس الامبراطور برئاسة البابا ديوسكوروس وتلاسيوس أسقف قيصرية يوبناليس أسقف أورشليم، كانت الرسالة دي موجودة ومنتشرة. فلون كان له مندوبين راحوا المجمع، لأن المجمع ده انعقد بأمر الإمبراطور. فالمندوبين بتوعه قالوا معانا رسالة من لون أسقف الكرسي الروماني يعني. فالبابا ديوسكوروس قال لتقرأ رسالة أخينا لون. فردوا الشركاء في الرئاسة أو السكرتارية، بس في لسه أوامر ملكية وحاجات في أعمال المجمع ما تقرتش. قال مرتين البابا ديوسكوروس هو الوحيد اللي طلب اللي تقرأ رسالة إيه؟ لون. والباقيين ما رضيوش يقروها. يبدو ان كانت انتشرت وعارفين البلاوي اللي فيها، فقالوا بدل ما نزود المشاكل نتجاهلها ايه احسن. ربما هذا ده استنتاج، لكن المهم لم تقرأ واتحكم على فليبيانوس وسودوريتوس وأوسابيوس وهيبة واللي ليهم نفس الفكر دوت. فبعد ما اتحكم عليهم خدوا بعضهم وراحوا لمين؟ للون تاني. وسابيوس أسقف دوريليوم راح له قال له أنا جاي لك، أنت اللي في إيدك الحل والسلطة، أنت اللي تحللني وأنا قاعد معاك هنا. فقابلوا في الشركة. فاكرين البابا كيرلس لما بعتوا له أربعة حرمهم مجمع مكاني برئاسة ماكسيميانوس، رفض ان يدي الحل لحد ده في مجمع مكاني. مجمع افسس 449 مجمع مسكوني، ورغم كده تجاسر لاون واعطى الحل وقابل في الشركة أوسابيوس أسقف دوريليوم. وتلم عليه هو وسؤدوريتوس وعمالين يخططوا،
فلو انها يعني قعدوا يهيجوا فيه وهو قابل للايه، لان يبقى له السلطة والوضع، وبدأت روح الغيرة والحقد تبقى تتجه اتجاه بابا الإسكندرية. كلمة بابا دي كانت تخص كرسي الإسكندرية بس، حتى ذلك الوقت كان خدها أول من خدها البابا يروكلاس، لأن كان عطوف جدا، فكانت الناس تقول له بابا فصارت لقب. فلون بعت رسائل للإمبراطور، قال له يعني بصفتي خليفة بطرس الرسول اللي هو العظيم الرسل ورئيس الكنيسة كلها، أرجو أن يكون مجمع أفسس ده كأنه لم يكن، والناس ترجع لأوضاعها اللي اتحكم عليها عشان الحاجات الغلط اللي حصلت فيه. طبعا الإمبراطور سمع كده قال له كل حاجة اتعملت فيه بصواب وحق، وأنا متأكد إن محدش اتظلم فيه، وكان طالب إن يتعمل مجمع، يتعقد مع مجمع آخر يحسم الإيمان. قالوا الإيمان في غاية الكمال ومش محتاج نعمل حاجة، لأن كانت الدنيا هديت فعلا والأمور بقت هادية خالص. فبعت له جواب تاني مفهوش العنجهية دي، ويقول له عايزين نثبت إيمان نقية وكده. فقال له الإيمان في غاية الكمال والكنائس متمسكة بيه، ومفيش قاعد نعقد مجمع ليه؟ لقى مفيش فايدة. فكان في ذلك الوقت إمبراطور الشرق وإمبراطور الغرب قرايب، إن هم دول أحفاد قسطنطين. فكان إمبراطور الغرب متجوز بنت الإمبراطور سؤدوسيوس، فكانوا قرايب. فراح لاون يبكي ويتوسل للإمبراطورة الأم الملكة والزوجة اللي هي بنت سؤدوسيوس، وفالنتينيانوس اللي هو الإمبراطور جوز بنته، إن يتوسطوا عند سؤدوسيوس الإمبراطور عشان الإيمان، وفي ناس مظلومة وفي يعني حاجات اضطرابات، إن الأمور تتعدل. فبدأت الأسرة المالكة تبعت لسيؤدوسيوس، فطمنهم قال لهم الكلام ده مش مظبوط، الأمور مستقرة والإيمان في غاية الكمال وما فيش حد اتظلم، كل أعمال المجمع عنده ومتأكد من كل حاجة. فبدأ لاون بالاتفاق مع سيؤدوريتوس ويوسابيوس يكونوا جبهة ضد الإمبراطور، يشوفوا مين أعداء المعارضين للإمبراطور في الإمبراطورية ويتواصلوا معاه. من ضمنهم كانت أخت الإمبراطور نفسه بوليخاريا، كان حصل ليها سلوك مش مظبوط بسبب سلوكها اللي هو يعني اللي كان فيه أخطاء. الإمبراطور ودها دير وترك الحكم عليها للأب الأسقف، وشال منها صلاحياتها اللي هي كانت بتتمتع بيها، الصلاحيات السياسية والسلطة يعني سطوتها. فكانت نقمة. ومين اللي كان كشف الخطأ دوت بتاعها؟ الشخص اللي هو يبقى الابن الروحي لأوطاخي اللي كان مقرب للإمبراطور، فكانت متحاملة على أخوها. فبدأ يكون الجبهة دهيت، لكن مفيش فايدة، الإمبراطور
مقتنع وراسخ ان كل حاجة تمام. جه في سنة 450 ميلادية مات الامبراطور فجأة، الامبراطور سودوسيوس اتنيح وقع من على الحصان او ايه اللي حصل، وكان يعني مش صغير، فانتقل دون ان يكون في وريث شرعي لان كان ما عندش عنده اولاد، اولاد صبيان يعني. بسرعة مين اغتصب الحكم؟ بلغاريا، بعد ما كانت قاعدة في الدير بقى عشان تترهبن وتقدم قانون توبة، راحت بعتت جابت اللي هي تعرفه كان اسمه ماركيان، اتجوزته وتوجته امبراطور وبقت امبراطورة. وكان شرط الاعتراف بشرعيتهم، كان في اتفاق ان اللي يدي شرعية الامبراطور الشرق امبراطور الغرب لما يخلي الكرسي هنا، والعكس صحيح عشان يضمنوا ان محدش غريب يغتصب الحكم يعني. فساعد بسرعة اللي يرضي بتوع الغرب وتعمله عشان يعضدوها في ترسيخ الحكم. فلاون طبعا قريب من الامبراطور والامبراطورة هناك، فتبنت قضية لاون ودعوا العقد مجمع مسكوني. هو لاون كان طالب ان يبقى في روما عشان يبقى السلطة ليه، وهم عايزين هي وجوزها ان يرسخوا الحكم بتاعهم ويدوا قيمة للمكان عندهم. قالوا لا يبقى هنا. فلو ان كان متضايق شوية وقال يبقى بلاش، يكفي مش محتاجين مجمع احنا دلوقتي، ما هو اللي كان بينادي بمجمع، مش محتاجين مجمع، يكفي ان انا هقول قرارات وتتنفذ، واللي اللي خلفه في مجمع افسس اللي هم الناس اللي مش كويسه، يقصد البابا ديوسكوروس ويوبيناليوس والمجموعه دهيت، مفروض يقدموا ليه توبه، واللي قبله هو اللي يرجع. كان كلام غريب اول مره حد يسمعه. فقالوا لا هنعقد المجمع هنا، لكن حرصوا ان رغم ان المجمع يتعقد في الشرق، لكن ان ما يخسروش لاون، ان انت كل اللي عايزه هيتم بس هنا، كل اللي انت عايزه هيتم بس ايه هنا. فبدأ يجهزوا للمجمع، في كتير طلبوا ان سؤدوريتوس هو اللي يبقى رئيس المجمع، سؤدوريتوس المحروم المقطوع ان يبقى هو رئيس الايه المجمع. وبعتوا النسطور يجيبوه، عايزين بقى يرجعوا فرصتهم، ساعتكم وسلطان الظلم زي ما بيقول الكتاب. بعتوا النسطور فيجيبوه، بعتوا حد في مصر يستدعي نسطور ويدوا الدعوة للبابا ديوسكوروس. نسطور طبعا كان متابع الأمور، شاف توماس لاون قال الله، طب ما هو ده كلام اهو، امال حكموا عليا ليه؟ ما هو ده الكلام اللي انا ايه بقوله. راح هو واللي معاه في طريقهم للمجمع، فوقع قطع لسانه، أكلوا الدود ومات نسطور، وما حضرش الايه المجمع، بس كان اعلن موافقته المبدئيه على تحديدات ايمان مجمع خلق دنيا. البابا ديوسكوروس راح خد معاه مجموعه من الاسقفه، من ضمنهم الانبا مكاريس اسقف ايدكو،
عملوا خطة هناك عشان يضمنوا قرارات المجمع تبقى في الصالح اللي هم عايزينه، لان عاملين 1,000,000,000 حساب للبابا ديسكورس. قالوا اول حاجة يمرروا التوموس لون ده على الأسقفة كلهم، يتوقع قبل ما يدخلوا المجمع عشان يضمنوا النتيجة من قبل الايه. والمجمع كان بحجة الحكم على أوطاخي، نفوا أوطاخي ما حضرش المجمع. طب هيحكموا مين إذا كان هم نفوه ما حضرش أصلا؟ فقالوا توموس يتوقع من الأول، وإذا رفض البابا ديسقورس التوقيع في المجمع محدش يفتح معاه مواضيع الإيمان، ولكن يتناقش في المخالفات الإجرائية القانونية. لو فتحوا في موضوع الإيمان مش هيقدروا عليه. فطبعا في الوقت ده البابا ديسقورس رايح، الامبراطور عقد دعوة في القصر جاب فيها المجموعة بتاعت اللي اتباع نسطور وسؤدوريتوس، والمجموعة دهيت حاولوا مع البابا ديسقورس رفض. وقال للملك انت ربنا اداك الملك احكمه، لكن اتركوا امور الايمان للناس بتوعه يعني للإكليروس. فلما خطب الامبراطور قال له كده اتغاظت بلخاريا، قلت له ازاي تجاوب الامبراطور كده؟ وتم الاعتداء على البابا ديسقورس في حاجات مش عايز اقولها الحقيقة. قلت له كان في واحد زيك كده ايام امي، انت عارف حصل له ايه؟ كانت تقصد يوحنا ذهبي الفم. قال لها وانت عرفت اللي حصل لامك نتيجة اللي عملته معاه؟ فهجموا عليه ويعني اهانوه إهانات بالغة، ورفض طبعا من حيث المبدأ التوقيع على أي حاجة. اتحددت الجلسة أول لما حضر البابا ديسقورس. أنا طبعا بحاول أكروتك يا أولاد، ففي حاجات كتيرة يعني ما بتتقالش. أول لما دخل وقفوا مندوب لاون، أولا الإمبراطور عين 18 واحد من المفوضين القضاء، يعني مش كانوا 18؟ فكان القضاء المدنيين. فوقف مندوب لاون، البابا ديسقورس المفروض بيقعد في مجلس في قاعدة القضاة، ده رئيس ثقافة الإسكندرية. وقف مندوب لاون ده ما يقعدش هنا، ده متهم. هاج المجمع متهم في ايه؟ طبعا قبليها زي ما قلت لكم بلخاريا خلت الأسقفة كتير يوقعوا على الطمس قبل ما يدخلوا، وكان يوبناليوس أسقف أورشليم قبل ما يسافر يروح المجمع اللي هو كان مشترك في الرئاسة في مجمع أفسس مع البابا ديسقورس، جمع الإكليروس قال لهم لو خالفت الإيمان ما تقبلونيش في أورشليم تاني. المهم راحوا، ده ما يقعدش هنا. الدنيا هاجت وماجت. اختصارا للكلام، البابا ديسقورس
قاعد في النص كمتهم يعني. ايه هي التهمة بقى؟ اول تهمة، ازاي تعقد مجمع مسكوني بدون اذن اسقف روما؟ الله، طب من امتى؟ قال لهم من امتى المجامع بتنعقد باذن اسقف روما؟ مجمع نقيا المسكوني انعقد بدعوة وأمر من الملك قسطنطين. ولسه حتى مجمع أفسس الأخير 431 انعقد بأمر الإمبراطور سؤدوسيوس الصغير. مجمع القسطنطينية انعقد بأمر الإمبراطور أيضا. شكر كان سؤدوسيوس الكبير ساعتها ولا مين؟ وبالتالي فمجمع أفسس 449 انعقد بدعوة من الإمبراطور، ولو النفس كان له مندوبين فيه، لكن تهمة برضه مش هتضيع. لا، هي تهمة. وبعدين حاجة تاني، طب التهمة دي موجهينها ليا لوحدي ليه؟ طب مش أنا لوحدي كنت رئيس المجمع؟ طب ما في ليه مش جايبين بقية الرؤساء التانيين، الاتنين التانيين واللي كانوا رؤساء المجمع؟ لا، أنت المتهم. طب فند التهمة دهيت. التهمة التانية، إزاي ما تقراش رسالة لون في المجمع؟ دي إهانة لا تغتفر. قال لهم ده أنا الوحيد اللي قلت نقرأ رسالة أخينا لون، والباقيين ردوا قالوا في حاجات وبعد كده اتنست. طب بتحاسبوني لوحدي ليه؟ كل تهمة كانت تطلع فشوش كده في شنك يعني. ازاي تدي الحل لقطاخي الهرطوقي؟ قال لهم قطاخي، وبعدين خلي بالكم، طب هم ودوا قطاخي فين؟ ده نفوه. طب ما جابوهوش يتكلم ليه اذا كان المجمع عشان محاكمة قطاخي؟ قال لهم قطاخي قدم اعتراف ايمان سليم. لا، ده كذاب. قال لهم الكتاب بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. ده الكلام اللي قاله اعتراف سليم، انا لا احابي احد. قالوا لا، ده بيقول غير كده. قال لهم ده لو كان بيقول غير كده ما كانش يستحق الحرم بس والحرق ايضا. انا لا اجامل احد، لكن قدم اعتراف إيمان سليم. طب إزاي تحرم فليبيانوس؟ قال لهم وأنا اللي حرمت لوحدي؟ ما المجمع كله اشترك في حرمه، جايين بتحاسبوني، اشمعنى أنا بتحاسبوني لوحدي يعني؟ مش اشتركوا في حرمه؟ فكانوا متفقين مع بعض الأسقفة ان يدعوا ان اتغصب عليهم. اتغصب ايه عليهم؟ واحد اسمه باسيليوس أسقف صالق وغيره، فقال اتغصب علينا. فما قالوا كده فرد الأسقفة المصريين قالوا لهم نعم اتغصب عليكم او خوفوكم، جندي المسيح لا يهاب الموت، اوقدوا النيران لنريكم كيف يكون الاستشهاد. فقالوا اخطأنا ونطلب الغفران. اخطأنا ونطلب الايه؟ الغفران. المهم كل الحاجات الاجرائية بدأوا ايه كلها تتفند
مفيش أي حاجة تثبت فبدأوا يشوفوا حرم في الأبيان عشان إيه؟ قال طبعتين فقال لهم لا كل الآباء قالوا بطبيعة واحدة من طبيعتين فقالوا له لا طبعتين اللي يقول كده يبقى محروم قال كده بتحرموني وتحرموا الآباء معايا لأن معايا كتابات أثناسيوس وكيرولوس وغريغوريوس بالإضافة طبعا أن دخلوا أوسابيوس أس أوف دوريليوم المقطوع والمحروم كهرطوقي ودخلوا سؤودوريتوس اللي هو ودخلوا هيبة اللي هم أعداء البابا كيرلس هما بيقولوا له ازاي تخالف القوانين وتعقد مجمع بدون اذن اسقف روما قال لهم انا ما خالفتش القوانين المجامع بتنعقد باذن بامر ملكي لكن بتسالوني على المخالفه وانتم مخالفين القوانين بالسماح لدخول ناس مقطوعين لحضور المجمع بيبقوا اعضاء فيه المهم لما وصلوا في النهاية هيتكلموا بقى عن الطبيعة الواحدة والطبيعتين قال لهم إذا كنت تقولوا كده تحرموني وتحرموا أبائي معي لأن أنا متمسك بتعليم أبائي أثناسيوس وكورولوس وغريغوريوس فأما جم يتكلموا على توماس لاون يشوفوا إيمان يعني طبعا بختزل كتير يا ولاد عشان يعني لما جم يتكلموا على توماس لاون اللي فيه الإقرار بالطبعتين فهو متمسك وهيدخلوا في مواضيع لاهوتية وهم مش عايزين يدخلوا معاه في مناقشات لاهوتية فعملوا إيه؟ قالوا خلاص ترفع الجلسة وتعقد بعد 5 أيام وتعطى الفرصة لمقارنة أو دراسة توماس لاون في ضوء البنود الـ12 بتاع القديس كيرلس لمقارنة توماس لاون بالبنود الـ12 بتاع القديس إيه؟ كيرلس طب كويس أوي رفعت الجلسة على أساس توقت بعد 5 أيام بعد 3 أيام اتفقوا المجموعة إياها كان فيهم أناطوليوس أسقف القسطنطينية اللي هم استقطبوه وخلوه يوقع على توماس لاون قالوا نعقد جلسة في غياب القضاء وغياب كل الأسقفة اللي هم ممكن يعددوا البابا ديسكورس بعدد قليل ودعوا فيها البابا ديسكورس وكان على الباب حراس يمنعوا من الحركة فلما بعتوا له الأول هيروح بحسن نية الحراس منعوه قال لهم انا جاي بس الحراس ايه منعني امر الحراس يسمحوا لي بالمجاي قالوا له ده مش شغلنا احنا جايبين مكلفين ان ندعيكوا بس طب اجي ازاي المهم اول مره ديت راحوا ايه خلاص يبقى انت مش عايز تيجي راح جم في المره اللي بعد كده ومعهم امر من الحراس فعلا لكن عرف منهم ان القضاة مش موجودين وبقيت الأسقفة الاخرين اللي هم مشتركين معاه في المسؤولية مش موجودين فقال لهم ما روحش الا في وجود الايه القضاة وبقيت الأسقفة المشاركين معي
ورفض يروح لأن عرف المؤامرة اللي إيه اللي موجودة. طبعا هو في حاجة نسيت أقولها لك يا أولاد برضو، أما جم يكلموه في الإيمان وفي الطبيعة والإيمان بكده، بص لقى الكل خايف يتكلم، حتى اللي كانوا ايه مؤمنين يعني الأساس. ما فيش غير مصر فقط، هو أسقفة مصر هو المتحدث باسمهم كمان، وحس بالتآمر اللي موجود فقال قول جميل، قال إني مضطر أن أكون جسورا لأن الأمر يتعلق بخلاص نفسي، إني مضطر أن أكون جسورا لأن الأمر يتعلق بخلاص نفسي. لما حسوا إن هم مش هيقدروا عليه وبدأ يقاومهم بالفكر، فهو طبعا بيتجنبوا الموقف ده إن يدخلوا معاه في جدل إيه لاهوتي. فلما عرفوا إن خلاص الدنيا وصلوا خلصوا كل الإجراءات ولابد يدخلوا في الجدل اللاهوتي، رفعوا الجلسة وتعقد بعد 5 أيام، وجم بعد 3 أيام بيستدعوه مش عشان يدخل بقى في مناقشة لاهوتية، عشان إيه يحكموا عليه في غياب القضاء وفي غياب بقية الأسقفة الآخرين. فرفض يروح فحكموا عليه غيابي، ورغم ذلك لم يجرؤ أحد أن يحكم عليه كهرطوقي. وقف أناطوليوس أسقف القسطنطينية قال الحكم على ديوسكوروس ليس بسبب هرطقة ولكنه دعي ولم يحضر، وفي مرة تاني اتقال لأنه عقد مجمع بدون إذن إيه الأسباب إياها دير، لكن ليس لسبب هرطوقي ده، حتى أعداؤه ما جرؤش أحد أن يتهمه بين بالهرطقة. وجم بقى الأساقفة مصر وقعوا، قالوا لهم ما نقدرش نوقع، وقعوا قالوا لهم ما نقدرش، قالوا ده لو وقعنا ده يموتونا في مصر، قال لهم تموتوا شهداء، قالوا لهم لا احنا نستشهد تحت أقدامكم ما نموتش في مصر كهرطقه. فسابوهم طبعا وخدوا للبابا ديوسكوروس بعد الحكم لعل وعسى يلين، خدوا له القرارات بالمجمع والحرم، طب وقع اهو يتوقع على توماس لون وعلى التحديدات اللي عملوها. فراح عمل حاجه، اولا حرم كل من يوافق على هذا، هو اللي حرم كل من ايه اللي يوافق على الفكر المنحرف دوت. اما بالنسبة لتوقيعه على القرارات وكده قوله المشهور، قال ولو قطعت يدي وسال الدم منها على القرطاس ما وقعت، وهو الوحيد. يوبناليوس أسقف أورشليم وتلاسيس كلهم وقعوا وجبنوا، الوحيد اللي وقف قدام المجمع كله بكل سلطاته الدينية والمدنية اللي هي بدون وجه حق، لأنه كان مجمع هراطقة يحكم فيه سؤدوريتوس، كان وقف يشرح ايه المقصود بديت وايه المقصود بيه لما جم في توماس لون بعد ما خلصوا من البابا ديوسكوروس وعايزين بقى يقروا توماس لون وتحديد للايمان، ويقفوا قدام قول مين اللي يقف يفسره لان هو اللي كاتبه. فكان مجمع هراطقه بحق. فاتحكم هو حكم على المجمع ورفض تماما وقال لو قطعت يدي وسال الدم منها على القرطاس ما وقعت.
في كذا نقطة عايز أقولها في الآخر أختم بيها. طبعا في تفاصيل زي ما أقول لكم مش هلحق أقولها لكم. أبائنا اتهموا مجمع خلق دنيا بالنسطورية، إنه نسطوري. هنشوف إيه اللي اتقال نسطور قاله وإيه اللي مجمع خلق دنيا قاله، فصحصحوا شوية بقى اللي كانوا سرحين ونايمين يصحصحوا في الحتة دي. نسطور قال إن ربنا يسوع المسيح له المجد كان بروسوب واحد، وقلنا البروسوب اللي هو الإيه؟ الشكل الخارجي أو القناع أو الاتحاد الخارجي، الكرامة أو السلطة أو ما إلى ذلك، وأقنومين وطبيعتين. ده مين اللي قال كده؟ نسطور. بروسوب، أقنومين، طبيعتين. في مجمع خلق دنيا قالوا أقنوم واحد بفعلين ومشيئتين وطبيعتين، او اقنوم واحد بطبيعتين ومشيئتين وفعلين. وقف سؤدوريتوس فسر، قال نقصد بالاقنوم الواحد هنا البروسوبن، نقصد بالاقنوم الواحد هو الايه؟ البروسوبن. طب احنا خلاص هنمشي معاه، هنشيل كلمة اقنوم نحط ايه؟ بروسوبن. يبقى نسطور قال بروسوبن وخلق دنيا قالوا ايه؟ بروسوبن. نسطور قال طبيعتين وخلق دنيا قالوا طبيعتين. نسطور قال اقنومين، خلق دنيا قالوا فعلين ومشيئتين. طيب انا هسألك سؤال يعبر انتوا فاهمين ولا لا. الفعل والمشيئة من الصفات الطبيعية ولا الأقنومية؟ اللي يقول طبيعية يرفع ايده، اللي يقول أقنومية يرفع ايده. الأقنومية صح، لأن احنا من ضمن لما قلنا ايه الفرق بين الطبيعة والأقنوم، قلنا ممكن نميز الواحد عن التاني من سلوكه، والسلوك ده مرتبط بالمشيئة. يبقى المشيئة والفعل مرتبط بالأقنوم. طيب هنا قالوا، قلنا نسطور قال بروسوبن، قالوا بروسوبن. نسطور قال طبعتين، هم قالوا طبعتين. نسطور قال أقنومين، قالوا فعلين ومشيئتين. يعني ممكن نشيلهم ونحط ايه؟ أقنومين. يبقى نفس إيمان نسطور بس بألفاظ مختلفة. فعشان كده كل الكنيسة الأرثوذكسية تدين مجمع خلق دنيا بأنه مجمع نسطوري. حصل تطوير في التلاعب في المصطلحات بعد كده كتير. نقطة تانية عايز أوضحها ليك يا أولاد، موقف كنيستنا من أطاخي. انتوا دلوقتي بحسب حكاياتي ان أطاخي ايه؟ بريء ولا مهارتك؟ بريء. لغاية كده حسب تاريخ الكنيسة وتسلسل الأحداث أطاخي ايه؟ بريء. جه بعد البابا ديوسكوروس، كان البابا تيموساوس 26، في محاولات كتيرة وحوارات، فكان في تهمة لصقة ثابتة، انتوا حللتوا أطاخي، انتوا حللتوا أطاخي الهرطوكي. لهم ما عندناش ما يثبت انه غلط، نسب اليه، او يعني حصل تزوير، واللجنة المجمعية اللي شكلها سادوسيس اثبتت كده. قالوا لا، قال كده احنا ما سمعناش ما قريناش، هو اصلا ملوش كتابات ولا له عظات ولا له اي حاجه،
هم قالوا كده على البابا كيرلس، لكن البابا كيرلس لأنه كان مفوه له عظات وله كتب وكتابات، فكتاباته تشهد أنه ما بيقولش كده. لكن ده ملوش حاجة خالص، فيش حاجة تشهد له لا كده ولا كده. فقالوا إحنا ما سمعناش أنه قال كده، ما فيش ما يثبت. قالوا له إحنا سمعنا. فالبابا تيموساوس عشان يغلق الباب دوت وما تبقاش حجة ولا تكئة ولا تلكيكة، قال خلاص احنا نحرم أطاخي بناء على شهادتكم التي ستعطون عنها حسابا يوم الدين. بناء على شهادتكم التي ستعطون عنها حسابا يوم ايه؟ فإذا موقف كنيستنا من أطاخي دلوقتي انه محروم بغض النظر الوضع ايه، لكن اهم حاجة ان ما نسب اليه لا نقبله، ما ينسب الى أطاخي لا ايه لا نقبله. احنا ما بنقولش الطبيعة بتاعتنا الهية صرف والناسوت تلاشى، لا، كل اللي ما بينسب لأطاخي ده لا نقبله. هو صحيح نصب للبابا كيرلس، لكن كتابات البابا كيرلس موجودة بتشهد العكس، فبرأ نفسه من هذه التهمة. أطاخي ما لقاش حد يبرأه، إذا كان قال فهو محروم، إذا ما كانش قال فهو في حكم الله. لكن في كل الأحوال كنيستنا تحرم الفكر اللي نصب إليه، بل حرمته بالاسم بناء على شهادتهم التي يعطون عنها حسابا يوم الدين. ورغم كل ذلك ما زلنا إلى يومنا هذا كتير من الكنائس الخلقدونية يقولون أنتوا أبوليناريين وأطاخيين، وما زالوا يتهموا البابا أثناسيوس والبابا كيرلس أنه استخدم تعبير أبوليناري بس بحسن نية، ويقولوا التعبير اللي قاله البابا كيرلس والبابا أثناسيوس طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد، أو طبيعة واحدة لله الكلمة متجسدة اللي هي مية فيس استوسيو لغو سيسار كوميني، أو مية فيس استوسيو لغو سيسار كومينو، إن دي تعبير أبوليناري. وكأن البابا أثناسيوس والبابا كيرلس كانوا سذج مش فاهمين بيقولوا إيه، وجهابذة خلق دنيا هم اللي فاهمين يعرفوا دي ايه، دي المقصود بها ايه ودي اللي مش مقصود بها ايه. فانا بس حبيت اشرح لكم بالتفصيل عشان في بقوا فاجأ بناس وهي بتحكي وتقول بتتحامل على البابا ديوسكورس ولا كأنه اتضحك عليه او انه جامل أطاخي. لا لا لا، البابا ديوسكورس لم يجامل احد ولم يوجد ما يثبت على أطاخي، ولكن ما حكم على أطاخي بناء على شهادتهم هم، زي ما قال البابا تيموساوس اللي سيعطون عنها حسابا أمام الله يوم الدين. ده الهدف من تأكيد الوضع التاريخي بالنسبة لأطاخي، لأن فيه بيتحملوا على البابا ديوسكورس كتير حتى من أولاده للأسف، يقولوا برضو حرم إدى الحل لأطاخي ما هو غلطان برضو. فنبص نلاقي او اتضحك عليه او فنبص نلاقي يعني اتظلم من اكتر الاباء اللي اتظلموا في تاريخ كنيستنا البابا ديوسكورس. يمكن البابا كيرلس اتظلم في حياته واساء اليه في حياته، البابا ديوسكورس في حياته وبعد انتقاله واحيانا يظلم من ابنائه اللي هم ما يدرسوش كويس ويقروا في مراجع أخرى دون أن يحققوا الأمور ويتحققوا منها اللي حصل. كل كلمة قلناها ليها مرجعيتها عندنا، كل كلمة قلناها، ما فيش ورقة قدامي دلوقتي، لكن كل الكلام اللي قلته له مرجعيته، بنشرح بالتفصيل بالمراجع بالتفصيل لما بندي في الكورسات المتخصصة، ما بيبقاش كده بدون ورقة ولا حاجة ولا كتاب، ولكن كل قول بنجيب بقى أقوال وشواهد عشان بيبقوا وجعودهم ناشف عنكم كده يستحملوا، ياخدوا محاضرات كتيرة.
وكل حاجة بالشواهد بتاعتها والمراجع بتاعتها. وبكده نكون يعني انتهينا من المحاضرة دهيت او المحاضرتين المدمجتين. في طبعا السنوات اللي قبلكم سجلنا المحاضرات بتاعتها، ممكن في كل محاضرة تلاقوا حاجات اتقالت هنا ما اتقالتش هنا، ممكن تكملوا مع بعض تسمعوهم كلهم، لان المحاضرتين دول ما يتسمعوش مرة واحدة بس، انا بس بسجلهم مرة واحدة، لكن مدرك تماما ان صعب استيعابهم كلهم في مرة واحدة، فبنقولهم وبعد كده تذكروهم براحتكم. اتفضلوا نسألكم.